وعليكم السلام الاخ عبد الخالق. <applause> السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوه والاخوات الموجودين في الداخل والاخوه اللي موجودين في الخارج. موضوع تاني اليوم هو حول الانتخابات الرئاسيه في الجزائر ورايح نخصص عده حلقات حول الانتخابات الرئاسيه اليوم راح نتطرق للجزء الثاني من الحوار اللي جريناه البارح وكان حول المهاجرين الجزائريين كيفاش هما ينظروا للانتخابات الرئاسيه يعني بشكل عام بطبيعه الحال المهاجرين هذو فيهم اللي راهو بطال فيهم اللي راهو عامل فيهم الانسان اللي راهو عنده مستوى جامعي فيهم الانسان اللي راهو باحث فيهم الانسان اللي راهو وصل حتى للنازا فيهم الناس اللي راهم ساكن راهم يخدموا في المرشيات وكل واحد والمستوى نتاعو المهم هذا الموضوع موضوع عام في مواضيع واحده اخرى راح نتطرق لها ان شاء الله في حلقات واحده اخرى معكم نطرقوا ان شاء الله الموضوع تاع الحراقه كيفاش هما ينظروا الانتخابات الرئاسيه وكثير من المواضيع ان شاء الله ستاتي ان شاء الله في الوقت نتاعها وعليكم السلام الاخ رابح المرابطي الاخ رشيد وعليكم السلام الاخ محمد حسان الاخ احمد مهم إذا كان فيه إخوة يحبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش راح نطرقوا مجموعة من النقاط لتحدثوا على المهاجرين هذو كيف هما ينظروا للانتخابات الرئاسية مقارنة بالأوضاع اللي راهم عايشينها هما في الدول هذه اللي راهم متواجدين فيها بالإضافة إلى يعني الانشغالات نتاعهم كاين أشياء اللي قادرين يرفعوها ربما كاينين فيها مرشحين اللي ربما يدرجوا بعض المطالب نتاعهم في البرامج نتاعهم لماذا لا؟ آه ربما يتحطوا عليهم في الحملات الانتخابية لما لا؟ لجل باش يوصلوا يعني الانشغال نتاعهم للمرشحين مهما يكون هذا المرشح سواء فز أو لم يفز المهم، وسواء كان المرشح نتاع السلطة ولا المرشح نتاع المعارضة، المهم احنا راحين نتطرقوا لهذا الموضوع المتعلق بالانتخابات الرئاسية وتحديدا مع المهاجرين اذا كان فيه اخوه يحبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش مرحبا بكم معنا واتمنى من الاخوه هو انه فقط يركزوا على الموضوع وعليكم السلام الاخ محمد بيشوي اخ رشيد خاطيني يعني فهمت؟ قال لك انا حبيت ترشحني انت هذيك حاجة واحدة شوفوا ترى مع اخونا امينة وعليكم السلام الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بتيتو احلم احلم على راك فهمت وعليكم السلام الاخ أه. عمار اخ امين مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل الاخ امين من راك تتكلم فينا وتفضل في الموضوع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل في الموضوع أه معكم الاخ امين من ولايه بومرتاس مرحبا بك الاخ امين الله يسلمك حبيت نعرف نعلق بالك على الموضوع هذا تاعكم تاع اليوم نعم تفضل حبيت نقول لكم برك بلي الرئاسيه في الجزائر ماشي <applause> ماشي الصندوق هو اللي يحدد الرئيس في الجزائر <applause> المهم الاخوه والاخوات اتمنى هو انه فقط تلتزموا بالموضوع حتى باش ما تضيعوناش الوقت نتاعنا الموضوع هو حول الانتخابات الرئاسيه ولكن اليوم راح نطرقوا الموضوع تاع المهاجرين نحكيوا على المهاجرين هو عيط بومرداس البارح واحد من المسيله نحكيوا على المهاجرين الإخوان اللي راهم موجودين في الخارج اللي راهم في كندا في امريكا في فرنسا وعليكم في الاخ نور الدين وعليكم السلام مرحبا بك الاخ بلال السلام عليكم الاخ نور الدين وعليكم السلام تفضل راني نسمع فيك تفضل اخاني اسمع فيك راني نسمع فيك تفضل ضل لي 15 يوم انا هنا في الجزائر الانتخابات لا حدث واحد ما قاعد يحكي عليها شغل خبر كان الانتخابات هذه الرئاسيات نعم للاسف الشديد الاخ بلال هذا خرج يبدو هو انه عنده مشكله في الخط وعليكم السلام الاخ انيس الاخ عماد هذا اخونا محمد المهم الاخوه اللي راكم متواجدين في الخارج يعني بشكل عام وشي فقط قال الاخوه اللي في فرنسا خطر كاين ربما ناس يشوفوا مهاجرين قال راهم في فرنسا في اي مكان في الخليج في الدول العربيه في في اسيا في امريكا في افريقيا المهم الاخوه اللي متواجدين في الخارج كيفاش هما ينظروا الانتخابات الرئاسيه وش هي الانشغالات تاعهم فرصه على جل باش الناس راها تحتاج اللي قال نائب في البرلمان اش قال ما على انا واحد ممثل الجاليه، واحد تاع جمعيه، وشو اي فرصه نتاعكم على جلبش باش انتم تطرحوا الانشغالات نتاعكم، على جال باش توصلوا الانشغالات نتاعكم. مهما كان هذا المرشح ومهما كان هذا الفائز، المهم انتم راكم جزائريين من حقكم على جلبش باش اه تشاركوا في النهضه نتاع الجزائر، ترفعوا الانشغالات نتاعكم، المعاناه نتاعكم، الاشياء اللي راها واجعتكم، الى غير ذلك من المسألة قضية التعليم قضية الهوية قضية الوثائق قضية الإدارة قضية تاع العطلة قضية التذاكر الى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالحياة نتاعكم في المتجر للاسف الشديد الاخ محمد راني طلعتك يبدو انه عندك ضعف الخط المهم اذا كنت تقدر تعاود تطلب الاتصال نعاود نطلعك الاخ صالحي يا خويا ارواح ارواح وسمعنا إن الراي لم يا يا الرب العالي شحال تقراو النقص موضوع نتاع اليوم هو خاص بالمهاجرين ناقشنا عدة مواضيع راحين نطرقوا الموضوع تاع الحراقة نطرقوا الموضوع تاع المشطوبين نطرقوا الموضوع تاع المكفوفين نتاع البطالين نطرقوا كل مرة نجيبوا موضوع يتعلق بالانتخابات الرئاسية المرأة الشباب كل مرة نجيبوا موضوع لكن نشوفوا التدخل نتاع الوسم نتاع الجيش في الانتخابات نتحدثوا على التزوير نتحدثوا على المال الفاسد نتحدثوا عن الحمله الانتخابيه كل مره نجيبوا موضوع ونناقشوه حتى باش نعطيك بالبرنامج ومن بعد تروحوا برامج في, في التلفزيون و <applause> شوفوا الاخ هذا محمد اخ محمد حسن شوف ترى لي بارامتر تاعك راه عندك مانع من شوفوا ترى الاخ انيس هذا بالك لا الله اخ صالحي اطلب اطلب الاضافه هذه باش نقدر نطلعك والله ساعات الناس والله العظيم غريب نرفزوك تاع صح اخ انيس مرحبا فيه. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شكرا خويا باس الله يبارك فيك من راك تكلم فينا الاخ انيس انا في مات في فرنسا اه ما شاء الله 57 في لاموزال لاموزال ما شاء الله كيفاش راك تشوف الاخ انيس في الانتخابات الرئاسيه هذه في الجزائر كيفاش راك تشوف في حال المهاجرين كيفاش راه بشكل عام هكذا الانتخابات في الجزائر شوف لا إلا الله محمد رسول الله انا تلاقيت رشيد نكاز مره في زامبو في واحد المدينه اسمها فرباك في لي فونتير تاع صار بريك هنا في الالمان جا خلص تاع زامبو خلص على وحده مع الباليش حكموها قاوريه بالنقاب تو هضر مع فيليب وهذاك انا كان بالي كون للفيديو سير انترنت تلقاه بس حكيت وانا استناه ما قنعنيش ما نكذبش عليك شتبعت لي فيديو تاعو باسكو هما كل كذابه بوتفليقة انا رجعنا في 99 وهضر وندير 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 فانت كونت ما دار والو اسمع عندنا ما نمنوش ودركا هاك تشوف فيهم قاعدين يفوتوا في عليه غديري هذاك يقول لك فوالا انا السيستيم كونتر السيستيم استعرفش بالجينيرال توفيق وما على باليش هما كل يخدموا مع بعضهم انا ما يقنعني حتى واحد غير غير تشوف لي جانب ساكنه هنا جي ويموتوا والله ما يباتوا بداية بالله برا مساكن باتوا في الجليد والله واحد البردة هنا شوف هنا وسط مونديس بس البلاصة هذه بردة مساكن والله خليها الرب يبارك حالة لا يرثى لها مين كن نقوله الاخر الاخر من كنا احنا نقولوا جزائريين فير عندك بزاف الله عندك بزاف الله في فرنسا عندي تسع سنين تسع سنين ماشي حاجة انا جيت حراق جيت حراق جيت حراق مني من الناس درت فيزا انا كنت نخدم كنت نخدم في الصحراء كنت نخدم في واحد الشركة المانية يا بخي درت دوموند فيزا عطاوني عندي لافامي هنا سبلت في كل شيء وقعدت لهنا وخدمت الوثائق ما كاين والو خدمت تزوجت بقاورية درت اوراقي طبقتها الحمد لله هاك <applause> تعرف كل واحد يلعب لعبه ما يقلبوش على بعضنا باسكو كي نقعد نهضر عليه كاين ناس يعرفوني بالك راهم يشوفوا فيا يا خويا المهم الحمد لله المهم خدمتك وقتك على الاقل واحد هكذا يمشي بعيدا عن الشرطه وبعيدا عن المضايقات هذه. آه الحمد لله وكيفاش المشكل ما فهمناش شكون هو رشيد الانسان المناسب ما كانش الانسان المناسب جيبونا الكوميكات هذوك شتي فيهم يروحوا واحد يقول لك يخدم طياره برمل لواحد مرمو مو عيب اي واحد يتقدم للرئاسيات لازم كاين شروط مش من هبه ودب هذه بلاد سما زيرا كما يقولوا بلاد قره كيفاش تشوف انت الاخ انيس من خلال التواجد نتاعك انت في الخارج الانشغالات نتاع المهاجرين بشكل عام يعني واش هي الاشياء اللي راح دوك هي ناقصه المهاجرين كاين بعض الناس اللي راهم هما في الخارج في البلاد يعني ما راهم ما والله باش تعطيهم انت ولو نظره كيفاش قال مثلا دوك كاين ناس راه تفكر غير في الفيزا برك ما راهوش يشوف فيما بعد الفيزا انت باش تعطي لهم نظره قال الناس اللي راهم موجودين في الخارج وكيفاش انت تنظر الانتخابات الرئاسية دوك مثلا النظره نتاعك نتاع واحد اللي راهو عايش في الخارج اللي راهو دوك مثلا خادم الوثائق نتاعو ما راهوش يفكر في فيزا ولا يفكر قال في رحله ولا ما يبيش انا في فاكونس ولا سيبغل. ولا راه يفكر في ما مش عارف في الفاتوره تاع تريسيتي راه يفكر في اشياء واحده اخرى كيفاش يشوف هو المرشح واش هو المرشح يا ترى مثلا المرشح يكون بوغوس آه ولو كان راسه فارغ يعني ترى يشوف المرشح هذا لازم يكون يمتلك آه برنامج يكون آه كذا يعني ترى المرشح هذا لازم يكون آه مهم كيفاش تشوف انت المرشح وكيفاش هذ المهاجرين يعني اللي راك انت تحتك بهم يشوفوا هذا المرشح والانتخابات الرئاسيه والاجواء نتاعها بشكل عام انا صح اصحابي كل جاي من البلاد عندي اصحابي عندهم اوراقهم وما عندهمش اوراقهم وعندي اصحابي اللي زايدين هنا ما مش انتريسي انا صراحه واحد ما انت بالفوت راسك على بالنا بهم كل كذابين كما يقولوا موسى الحاج الحاج موسى باسكو كما يقولوا ش... كما يقولوا انت تقول البرنامج باسكو دركا يقدموا ناس شفناهم غير في التصويره ما... واحد ما طرح البرنامج تاعو انا كما يقولوا كي تجي لفرنسا الانسان ينتجري تولي تشوف ما يشوفوش الانسان بوغوس موش بوغوس اعطيني انت واش راح تدير البرنامج تاعك جزء كمان ما شفنا حتى برنامج سي صار بروبليم انا هضرت عندي خوتي في البلاد قلت لهم واش الفوت شو شو. عندي خويا عندي انا شوف اسمح لي كلام كبير انا عندي خويا يخدم في لا سيكيورتي ميليتار يخدم في وزاره الدفاع انا ما نخافش منها ماني هنا ونهبط في البلاد وكيما يقولوا نربي واحد قال لي الفوت قال لي قلت له واش الفوت واسمع قال لي الفوت كوم دابيتيد سا سونج ريان عندي خويا انا من قال ما نزيد نقول لك خويا الصغير قال لي واحد ما على باله بالفوت قال الناس كل سنه في لاكوب ناس الناس بردت الناس كل خافت درك ما يديروها بيناتهم كيما يقولوا كويزينيوها المير كي كان بالنسبه لي حدث ولا حرج ربي يجيب الخير خويا راح نقول لك اللهم امين إذن النظره نظر, يشرح نظر, نظر إذن نتاع المهاجرين اللي راك تحتك بهم نظرة سلبية يعني الانتخابات الرئاسية واحد ما على باله بهم والله واحد ما على باله م. واحد ما مو واحد مو انتريسي بالفوت م. شكون انتريسي بالفوت شكون كما يقولوا الناس اللي عندها مصالح مع بعضها سينو ما كاين حتى واحد واحد في الوسمو انا <applause> مو ما قالوا لي واحد واحد قالوا لي ترشح ودار سيت نتاع انترنت وم يعني من من باب الفضول هكذا حبيت نشوف ممكن بالك لاعب درا يشوف هنا تخيلوا واش داير <applause> داير في التعليم في البرنامج نتاع التعليم يعطي الباسبور للحركه تقول له على بالك تقول نروح نطلع نجي في كف ومن جهه نبلونجي بلونجي نبلونجي على بالك ال حلو. برنامج تاع التعليم تخيل برنامج تاع التعليم يعطي باسبور للحراقه وش لا انت كاين شوف هنا كاين نحكي لك في الكونسي لا في جاو الناس من لاكريس جاو قاصين ما عندهمش باسبور باسكو باش تروح تعقد هنا يقول لك اعطيني فيزا دو ما عندهمش <applause> يروحوا للكونسيلا الكونسيلا تمد الصوار دي مدوا لك باسبور ما تمدش الصوار تشوف الكونسيلا انا كي نحس انا في الاوروب واني في لي فونتير تاع الالمان راني في الاوروب تحس كيما يقولوا 2019 بصح تدخل الكونسيلا تفكر البلاد ما كانش واحد من وراء واحد بالنظام شاكا سون تور تدي التيكي تاعك كل في <applause> الكيشي <applause> <applause> تلقى في زيفو تسمى كي ندخل ما فهمتش هذه الحاجه اللي فهمها انا وعلاش كي ندخلوا الكونسيلا كيما البلاد هنا تدخل اوكي راح نعود مروح في ميلوز آه تخرج من الباب من الباب تلقى واحد واحد, مال واحد من ما ما وراء واحد تلقانا نترباو لهنا انا واحد من الناس نترباو نوصلوا للجزائر نوليو بالعقليه تاع لي باسكو هما خلاونا خلاونا هكا الله غالب هما ما حبوش يخليونا نافونسيو في البلاد ما قراونا ما والو ما ربي وكيل انا شوف بوت فليقه وخوص سعيد وشي الناس اللي داروا شوف في البلاد والله ما نسمح لهم اليوم الدين حقي هذا وما خافش منها ما منه. نخافش ثم ثم تالاش سب الحطامه دمروك لي من قال ما ما تحوش على واحد كيما بومدين بومدين الله يرحمه انا ما عشتش في وقته <applause> كاين كي ناس كيما يقولوا بومدين كاين ناس يكرهوه وكاين ناس يشتيوه كل واحد عنده الايجابيات والسلبيات بالك كل واحد النظره تاعو بالك بومدين عنده الايجابيات اكثر من السلبيات غير رب العالمين معصوم من الخطا <applause> انا بومدين وين يسكن بومدين موش بعيد عليا ما با 20 كيلومتر بصح ما لحقتش عليها انا بور مو ميير بريزيدون بور مو سي زروال عاش زوالي ومات زوالي وكان راجل و... ما ماتش انا ما بوتفليقه في الاول في 99 ما, ما فوتيتش عليه نو no, يعني في عاش زوالي وبقى زوالي غلطت بالك قلت لك مات والله ما على بالي مي الاخرين الكل زي بعضهم ابن الناس ما نعرف قداه في في الجي بجامع بعد ما زرى ما نعرف زروال انا حس ما يقولوا هو اللي دار الوئام ما داروش بوتفليقه بالك انت تزيد تعطيني معلومه هذه زروال ما كان عندنا والو كنا عايشين كان البترول ما ميسواش. ما يسواش وكنا عايشين لا في واش من بل في عايشين كيما يقولوا خير من الوقت تروح على الخمسه سته تاع العشيه واش من لا في هذه يا صاحبي إيه كان يرهاب ثم الوقت هذاك ما يتحسبش كيما درك كان ما عندناش في الناس كانت مخنوقه كانت الناس تمشي تمشي و الناس الهضره خايفه منها تقول لي انت لا في واش من لا في اي أه يعلم الله والله ما على بالي وانت واش رايك في الانتخابات هذه؟ مع من شكون اعطاني واحد كما يقولوا ترتاح ليه انت نروح نتبع ونشوف شكون هو ما على بالي شوف انا قلتها عشرات ومئات المرات انا يا لست مرتبط باي شخص مهما كان هذا الشخص مهما كان انا الشيء اللي مرتبط به هو انه لازم يكون نقاش وحوار ومن بعد يكون مرشح والله مجموعة مرشحين يعني أنا أفضل هو أن يكونوا مجموعة مرشحين ولكن هذا المجموعة نتاع المرشحين هما يتفقوا حول المشروع خطر الشخص مهما كان هذا الشخص لازم نحن الشيء اللي لازم نفكر فيه هو تغيير النظام شيء تغيير الاشخاص خطر تغيير الاشخاص دوك انت بعض من الناس راهم يشوفوا مثلا هذا البوتفليقه انسان راهو منتهي وخلاص ومن بعد جيب انت واحد صحيح فهمت جيب انت واحد صحيح واحد يخبط الطابله وما نعرف اسمه ومن بعد ومن بعد حنا نحوسوا على التغيير تغيير حقيقي في الجزائر والتغيير هذا لا يرتبط بشخص لانه الشخص هذا مهما يكون الامر في نهايه الامر راه يموت فهمت ورا رايح وراه مرهين يجيو ناس من من وراءه كاينه بعض الاشياء اللي اي شخص لما هو يوصل للريز... للرئاسه ما راهوش راح يحققها لانه بناء الدوله راك تشوف نتايا الاسره مطردقه المجتمع مفلك مجتمع مفلك باش انت تبني صحيح. هذه لازم مناخ واحد اخر راك انت بروحك تقول لي انت في فرنسا راك تشوف انت كونسيلا وهذا الاحساس وهذا الشعور مش غير عندك انت عند اغلب الجزائريين راك انت في كل شوف راك تحس بالراحه وتحس بالنظام والقانون راه يمشي وكذا تدخل للكونسيلا تحكمك القلطه تخرج سي <applause> والله تخرج من <applause> تخرج من من القنصليه تخرج من الباب تعاود ترجع نورمال تعاود تحس بالحريه لماذا لانه هذاك الجو من من الحاله نتاع الجزائريين للاسف الشديد صاروا ما يثيقوش في بعضهم هذا يشوف في هذا يشوف فيه بنظره ما ماهيش مليحه قريت النقص على حاجه تافهه خلاص يديرك هاك تشوف احنا نحكيو على الموضوع نتاع المهاجرين هو يجي يقول لك يجبد لك موضوع فهمت موضوع واحد اللي ما, ما عنده حتى رغم اننا يعني ذوك سنوات ونحن نتحدث عن الجزائر يوميا تقريبا تحدثوا أنت تحكي على موضوع تاع المهاجرين اللي هي فئه راهم بالملايين راهم موجودين في الخارج يلا راح نوليو اكثر من لي فرونسي هذه القضيه نتاع التغيير هي لا تمس فقط الاشخاص لازم تمس العقليات تمس المفاهيم تمس السلوكات تمس الاداره تمس كل القطاعات بدون استثناء قضيه نتاع التغيير هذه مهما كان هذا الشخص، مهما كانت الكفاءة نتاعو، مهما كانت الحنكة نتاعو، ومهما كانت المعرفة نتاعو، ما راهوش راح يغير هو المجتمع هذا. المجتمع هذا باش يتغير، لازم يتغير من خلال النظم، من خلال ثقافة تزرع في الشعب الجزائري عن طريق الإعلام، عن طريق التربية، عن طريق الدعوة، عن طريق السياسة، عن طريق أفلام، عن طريق برامج، وعن طريق الرياضة، عن طريق يعني مشاريع مختلفة. ويشارك كل, كل شيء اخصائيين قال مثلا اخصائيين نفسانيين مربين يعني عندهم شهادات عليا والناس الرجل الم... واحدة واحدة يقولوا الرجل المناسب في المكان المناسب ايه الناس تمشي واحدة واحدة فهمت هو انا اما هو انك انت تروح انت تغير شخص ما راهو راه يغير والو فهمت ما راهو راه يغير والو م. شخص انت تروح م. تجيب لي دوك انت راح في اللقاء تروح تحط لي انت شخص كاين الناس اللي هو يجري وراء الاشخاص لماذا لانه هو ما راهوش يحوس على الانتيري تاع البلاد راهو يحوس على تيرين نتاعو هو قال دوك نتا واش خصك خصك ممثل في باريا اروح انا ممثل نتاعك لانه هو راهو يعتقد من انه هذاك راهو راح يصير رئيس وراهو رايح فيما بعد هو يحقق معاه حاجه في الجزائر كاين الناس اللي راهم دوك يروحوا يدخلوا في اللجنه هذيك نتاع المراقبه نتاع الانتخابات راهم يديو في دراهم ملايين راهم يديو فيها على بالي دي صور الشعب انا مانيش نحوس انا دوك انا عيطلي لي واحد من المرشحين ولو هذا درك بوتفليقه را وراه رايح قال مثلا الجماعه هذو اللي راهم معاه راهم رايحين هما يديو البوفوار وراهو الشعب راهو كل واقف معاه ويجي يقول لي انا راح نديرك ممثل معايا على المستوى الوطني ونقول له لا لا فهمت مانيش نحوس انا على جال باش ن... ن... نوصل للسلطه ولا نحوس انا على جل باش ندي ندي لابار تاعي باسكو باسكو ماديتش نحوسوا على مشروع نتاع مجتمع والناس تنظر للاجيال اللي راها رايحه تجي تا تروح انت تساند لي انت شخص ضد شخص ما راك راح تحقق والو راك رايح في في بعد راك راح تضيع سنوات من من عمر الجزائر وفيما بعد بعد سنوات واحده اخرى هاو ذوك مثلا بوتفليقه راهم درك هو راه انتهى من عهدة من اسمه من عدة عهدات راهو دوك الان عنده ربع عهدات او قادر ذرك هذه الجماعه اللي, اللي راهم درك هما هو راهو انسان شبه ميت يعني ما فهمت قول ميت وما تخافش ربي يشفيه كمان ذرك هاد الناس هذو حتى اذا كان ذكر معولوا على بوتفليقه ولكن وين راك رايح لوين هاك راك حطيته هاك عينتو درت انت وعقبت انت مع المجلس الدستوري وعقبت الانتخابات وخيطتو فتو من بعد من بعد راك رايح في خلال سنه تعاود ترجع لنقطه الصفر فهمت لانه ما راك ما حليت والو ما حليتش المشكل ما حليتش المشكل صح الناس اللي راهم دوك حابين يخلفوا بوتفليقه او هذا بير، فهمت؟ بير فهمت بير اكثر من بوتفليقة قال مثلا هذا وش اسمه هذا اللي راهم بدول الان فيه بعض الناس هكذا يخدموا له هذا وش اسمه هذا علي غديري هذا علي الغديري هذا لو كان يوصل بالدعم بطبيعه الحال نتاع بعض الجهات المعروفة تيارات معروفة معروفين يعني الناس الانسان اللي راه يعرف النظام راه يعرفهم اذا كان هذا وصل اذا كان دوك مثلا بوتفليقة راهو انتهى من ربع عهدات وراهو دوك الان رآهم رايحين يديروا له هذه العهدة الخامسة وقلت لك انا راهو منتهي ولكن مم. في خلال ستة شهور في خلال عام قادرة تحصل انتخابات لانه يموت ولا ولا مش عارف انا قادر دوك مثلا في ستة شهور ولا عام <applause> الناس ربما تدير تغيير لكن اذا مم. وصل هذا هذا علي غديري هي آه راحت لك خمس سنين ومن بعد يولي في العهدة الثانية ومن بعد يزيد يجيب يبرك الحل, الحل, دي الحل, الحل الحل وش هو الحل؟ يا ودي الحل قلنا لك الحل جماعي اي جماعي وجماعي شكونهم هم؟ باسكو ما كانش ما كانش كيما يقولوا شكون اللي ترشح ما كان ما ترشح جيسكا ما كانش واحد ترشح كما يقولوا بين ابار انا كون يو يترشح واحد ما ما على باليش نشتيها هذا انسان نحس باللي انسان صافي يكون يترشح علي بن فليس بالك ما نعرف علي بن فليس كل ما فيهمش الخير علي بن فليس اللي كان مدير حمله نتاع بوتفليقه هذو أنا يدو عن نظام. عاد من كل تاع النظام يدوخونا عاد وزي بعضاهم الكل كامل توع النظام كامل دو كل جماعه تاع النظام ربي يجيب الخير اللهم امين ربي يجيب الخير وفرات ربي يبارك فيك اسمح لي بالك طولت عليك وصافي بليزير على مول دي ربي يبارك فيك شكرا الاخ ان شاء الله ربي يبارك فيك شكرا وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله شوفوا ترى هذا الاخ ديدين هذا اللي رمز الاسم تاعو ديدين المهم الاخوه دوك نجي لكم ان شاء الله واحد بواحد نصبرونا برك شويه قاعدة ملي هذه الأخ قول بغيت ربراب أخويا روح رشحو فهمت روح رشحو ربراب لولا المأساة <applause> ما تسمعش به لا هو لا حداد لا طحكوت لا هاد الجماعة هادو اللي راهم ظهرو كل من خلال المآسين تاع الشعب ما هي لا قفزة ولا فهم السلام عليكم وعليكم السلام الأخ الاسم نتاعكم من راك تكلم فينا السلام عليكم الأخ نور الدين وعليكم السلام تفضل أه بدر الدين من الجزائر بدر الدين من الجزائر مرحبا بك الأخ بدر الدين آه بون سمعت كلمة اولا سيد نور الدين حنا نشكروك يعني على الجهد اللي راك تقوم به التوعيه تنوير الراي العام بارك الله فيك يعني ان شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسناتك هذه اول نقطه أه النقطه الثانيه حول التغيير تغيير الاشخاص او تغيير النظام او يعني انا حسب اعتقادي وحسب اخ بدر الدين أنا... شوف نقول لك الموضوع تاعنا هو حول المهاجرين من فضلك حول المهاجرين نعم. المهاجرين الجزائريين والانتخابات الرئاسيه في الجزائر هذه نتاع 2019 إذا كان نعم. عندك تعليق في هذا الموضوع مرحبا بك نعم عندي تعليق بإذن الله تفضل إذا كان عندك أصدقاء أو معارف أو هكذا من العائلة لا لا انت لا, لا. انت أك... أنا مطلعين. رانا مطالعين يعني رانا مطالعين يعني رانا مطالعين على يعني الوضعيات اللي كاينة زيد فضلك بارك الله فيك شوف اولا فيما يخص الجاليه الجزائريه نخصو بالذكر الجاليه في فرنسا لانه كاين عدد يعني ما على بالهمش بوش راهو صاري ما يحوسوش على هاد الامور كاع يعني ما يحوسوش على الانتخابات ولكن كاين بعض العناصر اللي يعني محسوبه على النظام الجزائري راهي تستخدم كيفاش نفهمك يعني اي تريد ان تستقطب هذا الشباب يعني بطريقه او باخرى حتى يعني يوصل الامر في بعض الاحيان الى اغراق اغراءات ماديه يعني كما كما يحدث في الجزائر انا بالنسبه لي نفس الامر اللي يحدث في الجزائر ناس يتشرف يعني هاد المحسوبين على النظام راهم يشرف في... في الناس نفس الامر في الج... بالنسبه للجاليه الجزائريه في فرنسا يعني نخص ذكر في فرنسا دونك هذا هو هذا كيفاش نعم. يشريوهم كيفاش يشريوهم في فرنسا يشروهم بغراءات ماليه يعني في بعض الاحيان يمدوا لهم لهم يعني دراهم في بعض الاحيان يعني. يقدموا لهم وعود يقدم. نعم في فرنسا في فرنسا تجي الواحد تعطي له 20 اورو تعطي له 20 اورو ولا 50 اورو تقول له انت روح وقع لي يمشي معاك صدقني يا نور الدين صدقني يا استاذ نور الدين غير كيما راني نقول لك يمدوا لهم نعم وكاين طرق شكرا. اخرى كاين بزاف كاين طرق شكون كاين مو... ربما راك على علم استاذ نور الدين انه كاين ممثلين تاع يعني مثلا نحكوا على حزب جبهه التحرير الوطني ولا احزاب اخرى يعني هاد الهد... هاد المترشحين حنا نحكوا على المترشحين آه. في عندهم ممثلين تاعهم في فرنسا زعما مثلا اه واش يدير؟ هذوك الممثلين ممثلين يحمو... يعني كيما نقولوا بالعاميه لهم البندير في تلك المنطقه يعني والله شوف نقول لك يا شيخ شوف نقول لك في فرنسا نعم اولا هذا الحزب نتاع جبهه التحرير شوف نقول لك انا راني ضد النظام وضد وسمه نعم. ضد بوتفليقه من 99 ولكن لازم الإنسان نعم لما نعم. ينقل معلومات تكون المعلومات حقيقيه ماشي غير هكذا برك يتكلم هذا النظام شوف نقول لك نعم. النظام هذا اولا فيما يتعلق بالتوقيعات ما يحتاجش هذا السيرك اللي راه يدير فيه رشيد نكاز وسبيسيفيك و... وناس اخرين دون هو انه نفصلوا في القائمه أستاذ. انا لا اقصد أسبرني هذا اصبرني 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 لا اقصد اصبرني. التوقيعات باش ما نغلطوش استاذ اصبرني درك نجي لك درك نعطيك الكلمة كلمه وتكلم واسمه وج... وضح الفكره نتاعك درك هما ما يحتاجوش أستاذ. لانه عندهم هما ناس راهم درك هما في البرلمان وعندهم ناس في الولايات وفي البلديات وبالتالي هما تاع جمع تاع التوقيعات جماعه معروفين راه منتمين لهذا الحزب يروحوا هما مباشره قال 500 توقيع وقع له على بياض مهما كان المترشح هو راهو مرشح تاع الحزب وقع على بياض عندهم 500 لا. توقيع فهمت بالاسم نتاعو باللقب نتاعو بالعنوان نتاعو بالوظيفه نتاعو بالهاتف نتاعو بكل شيء. هما دركا لما يحبوا يفوتوا بوتفليقه يفوت عندهم الاداره عندهم المجلس الدستوري عندهم وزاره الداخليه عندهم القنوات الرسميه عندهم الجريده الرسميه عندهم القنصليات عندهم الولات عندهم البلديات عندهم الولايات عندهم كل شيء كل شيء راهو تحت يديهم. بالتالي دركا هذا المواطن ممكن تقول لي واحد يوعدوه قالو دي نعطيوك سكنه والله قال نرقيوك والله ممكن صح باش انت قال واحد واحد يعطيوك عشرين الف رواح ما ما هيش منطقيه خاصه الناس اللي راهم في الخارج نعم نعم استاذ الناس في الخارج وموش يحتاجوا من الكونسيلا يحتاجوا منها الباسبور سلمة بالعافيه استاذ بارك الله فيك يعني آه والله هذه هي الفكره يعني تاعي ربما انا ما عرفتش نعبر فقط انا كنت نقصد انه انت تعلم انه قائد الراي يعني عنده دور قائد الراي والحاشيه ديالو يعني انا هذا كان المقصود تاعي يعني يشروا آه قائد الراي في تلك المنطقه أو يعني في تلك آه البلد والحاشيه تاعو يعني على سبيل المثال انت تدي واحد يعني ياثر شخص وتدي كاش 30 ولا 100 لواحد نحكم في منطقه فقط يعني هنا ثاني كه... هنا تسمى شراء دمم ايضا وفيما يخص التوقيعات يعني التوقيعات كاين في بعض الاحيان انه يعني ما ما يروحوش كاع عند البنادم هذاك باش يسيني لهم ولا هذه حاجه يعني نعرفوها ويعني حاجه معلومه والله احنا نتاسفوا ان شاء الله نتاسفوا لانه والله ب... عيب انا في فرنسا قل... فرنسا أنا... عندهم دوركم القنصليات كاينين الناس كيما yeah. كان يتحدث الاخ قبيل نتاع بلجيكا ما يروحوش اصلا الانتخابات وما عندهم القائمه نتاع الانتخابات رحت ولا ما رحتش كيف كيف بالنسبه لهم لماذا هذا المرشح اللي ما عندوش مراقبين واش راح تنتظر منه واش راح تنتظر منه صحيح مرشح للانتخابات الرئاسيه ما عندوش مراقبين ما عندوش حتى ممثلين هما رام عندهم الممثلين نتاعهم نتاع الاجهزه نتاع الدوله قال درك هما النسبه نتاع المشاركه تم ترش خلاص راه القنصليه فارغه هما يقول لك النسبه اه نتاع المشاركه في فرنسا 60% فهمت يجيبوا جماعه يديروا بهم الهول فهمت نتاعهم قال مثلا يديروا لهم مع البليشين بيوس ولا هكذا قهاوي راك تعرفوا تياتهم منا ويديروا بهم هول هكذا قدام الصحافه يجيو يديروا لهم شا... لاشان هكذا والله يجي باش يبينوا باللي الناس راه تدافع الانتخابات والله باش يمروا صوره فهمت يعقبوها في القنوات قال والله شوف شوف الناس راه ينتخبوا لكن اغلبيه والله لا على بالهم بها لا راكبه والله واسمو الناس اللي راهم درك يعني كيما نقولوا يتالموا على الجزائر راهم يبكيوا عليها هذو راهم ينتظروا كش ناس مرشحين اللي فعلا هما يبكيوا على الشعب وفعلا راهم يحوزوه مع الوطن راهم ينتظروا فيهم على جال باش هما يتحركوا من هذا الموقع اللي راهم فيها على جال هما يتقدموا وكاين ممكن الناس اللي راهم وكان يشوفوا فيها عمليه جديه تاع صح فهمت واش راح تنتظر انت من واحد كيما بن فليس يجي هو يروح يحرك لك ناس ناس خرجوهم من الخدمه نتاعهم وناس راضيوهم من الجيش وناس كذا وناس كذا وهو يروح لك قال لك واش هاو دار الكتاب الابيض نتاع التزوير واش هاو راح ضربها ضربها بعمره والله واش ومخلي الناس وروح بالسلامه ودوكا في 2019 أو راح يزيد يعاود يترشح واش النتيجه؟ هذا المواطن هو لما يشوف هكذا يقول لك اخويا ينال البوها انتخابات نروح الانتخابات انا نروح انا نظل نربح في العيب مع الناس كاين الناس حتى ربحوا العيب ربحوا لعيب مع الناس بس. روح ذوك مثلا نعطيك غا كمثال برك هذيك نعيمه صالحي مشات معاه للدم ومن بعد تخبط راسها في حيط مش غير هي كاينين رؤساء احزاب اخرين كاينين صحفيين كاينين ناس راهم يخدموا في قطاعات مختلفه وصرات الناس من قبلهم صرات الناس من قبلهم نعم من بعد يقول لك انا نروح إن نربح العيب انا مع الناس ومنها. ومن بعد تفر فيك ما تلقى حتى واحد معاك تلقى حتى واحد هذه هي حب... حبيت نزيد واحد النقطة فقط إذا يعني ممكن نعم احنا المشكل تاعنا تاع الشعب الجزائري غالبية الشعب نقدر نقول لك 80% أنه يعني في حد ذاته لا يريد التغيير وإنما يريد الاستفادة من الفساد وهو يبحث عن أي طريقة للاستفادة من هذا الفساد يعني احنا عندما نتحدث عن الأشخاص هذول المترشحين أو مام يا استاذ نور الدين مام يجي يعني شخص ما شاء الله كفاءة وينوي كما نقولوا ينوي يدير الخير في البلاد هذه والله ما يخلوه يا استاذ يقتلوه لانه احنا نظام هذا النظام العسكري راه متجدر انت دوك جيت تقطع واحد جنرال جيت تقطع له جيت تقطع له الخبزه تاعو ولا وخليوه شحال من جنرالات من المستحيلات سبع انه هناك يحدث تغيير في الجزائر آه. يعني انا هذه هي النقطة اللي حبيت نشاركها على بها بديت لك مع الأول نشكرك على التولية لأنه هذه النقطة هذه هذا المرشح لازم يكون هو نابع من الشعب ولازم هو يكون م. يخدم لمصلحة الشعب وتأكد باللي الشعب الجزائري رغم الشيء اللي راهو صاري فهمت رغم الفساد ورغم الرشوة ورغم فساد الأخلاق رغم العقوق اللي راه موجود رغم المصائب كثيره اللي راه موجوده ولكن تاكد باللي لو كان يخرجوا فعلا الناس فعلا يحوسوا على المصلحه نتاع البلاد الشعب يلتف حوله شعب يلتف شوف نقول لك قضيه وين قضيه صح. في الاخلاص شوف مجموعه من الناس هذو مجموعه نتاع نتاع السته اللي هم فجروا الثوره روح شوف المستويات نتاعهم كانوا ناس مجهولين صحيح. مجهولين لكن بمجرد هو انه تحملوا المسؤوليه من اجل تخليص الشعب الجزائري من الاحتلال وكانت النيه نتاعهم صادقه شعب فيما بعد التف حولهم ودفع الغالي والنفيس ولكن صحيح. وكنت لما تشوف ناس زرك طيله هذه الماساه وشعب يتمرمد طيلة هذه المأساة والناس تموت يعني ترمي روحها في في البحر لحقت الناس إلى درجة تاع اليأس والقنوط هو ما على بالوش من بعد هو يظهر لك في الانتخابات الرئاسية واحد كان يدير في السرك صحيح. فهمت يدير في السرك الناس راها تبكي وسمو هو راه يضحك في الناس ومن بعد أرواح أرواح جيني جي رئيس للشعب الشعب يشوف كي يقول لك أودي راه تلعب جيت به البيانة يا روح تلعب على راك فهمت صح هذوك الناس النهار اللي هما تتوفر فيهم يتوفر فيهم الاخلاص شعب راه يشوف شعب مش اعمى راهو يشوف وراه يتبع وراه يراقب وراه يحلل وراه يسمع هذاك واش قال وهذاك واش قال وهذاك واش قال رغم انه العاطفه مازالها موجوده عاطفه راه مازالها موجوده عند كثيرين من الناس فهمت كاينين الناس اللي هما ينظر لك للهيئه نتاع الانسان وقال هذاك هو مش يتكلم مليح وها وهذاك كذا وهذاك كذا وهذاك كذا, كذا وفي المقابل يروح يجي واحد بضحك يديه كاينين الناس من النوع هذا ما زالت موجوده ولكن سهي. مع الوقت ان شاء الله من خلال هذا الـ الـ الانترنت اللي راه اعطت الفرصه لكثيرين من الناس على جل هما ترفع الدرجه نتاع الوعي نتاعهم وصار منهم اللي طالع وصار منهم اللي يقرا وصار منهم اللي يستمع مع الوقت ان شاء الله راه راح تتضح كثير من الامور فهمت ولكن الناس اللي يتقدموا لازم قضية نتاع الاخلاص هذه لازم تكون موجوده هي الاولى صحيح فهمت والاخلاص هذا مش انت تروح تغلط صحيح. الناس غلط الناس بضحكه على روحك روح غدوه الناس غدوه انت لما تروح يشوفوك الناس من خلال الافعال نتاعك ومن خلال المعاملات نتاعك نعم انت واحد دوك انت تروح نق... ايضا الناس اللي نعم. راهم قال مثلا يموت واحد تروح تحضر انت في جنازه أه واحد يفرح تفرح معاه وتمشي انت قال تعاون الناس دير في ديزاكسيون هكذا منا ويشوفوك طول العام وواحد راهو يبرح فهمت يبرح ولا راهو ما عارف انا واش يدير يتبهلل ومن بعد تروح للشعب يقول لك أخي يا خويا ما, ما عمرتليش عيني يا يعني صح صح كاين نقطه ايضا حبيت نضيفها هي في يعني قبل يعني ان يعني نوجه اللوم يعني لحنا للشعب يعني الشعب هذا المواطن البسيط يجب ان يعني اللوم الكبير يوجه الى ايضا يعني هذه النخبه او ما تسمى بالنكبه او هما ايضا عموا فيها فساد ايضا هادو يتحملوا مسؤوليه كبيره يعني الصمت ديالهم ولا مبالاه ديالهم ويعني فقط يعني تهموا من المصلحه ديالهم يعني انا ندي حقي ونسكت ورانا نشوفو فيهم يعني الكثير من الاخر وكاين المهم في الجزائر هناك مسؤوليات متعدده ومشتركه يتحملوها يعني لو لو نحكم ورقه وستيلو ونبداو نجزء وكذا الكثير الكثير يتحمل المسؤوليه وكما يقال كما تكون يولى عليكم يعني نحن ايضا عندنا ايضا مسؤوليه صحيح. كبيره يعني كشعب صحيح نعم. صحيح صحيح المسؤوليه تحملها الجميع فهمت يوضو كل الاسف شديد هاد الناس اللي نتا راك تحتى عليهم هذو هو المفترض المفترض لما تقول انت النخبه النخبه هذه واش معناتها النخبه هما الزبده نتاع المجتمع هما اللي درك كي, كي تقول دوك مثلا قال مثلا النخبه نتاع الجيش النخبه مش يا هذا قالها هذا الدكتور زبده المجتمع نتاع الناس هما اللي يتحركوا دوك مثلا كيما هذو هذو المجموعه هذو اللي تحدثنا عليهم هذو يعتبرون نخبه فهمت نخبه المجتمع حركوا الناس حملوا المسؤوليه نتاعهم وناس خرجوا على جال باش هما يضحيوا من اجل استرجاع السياده الوطنيه من اجل بناء دوله عصريه اجتماعيه في اطار المبادئ الاسلاميه هذو انت تقول عليهم نخبه واش من نخبه النخبه نتاع الكوكاو اللي يروحوا هما يتلاقاو في في و... واهلا بك اهلا سي فلان واش راك لاباس بخير لاباس صفا لاباس ما عليكش يقول خوتنا نتاع اسمه سكيك دا وروح سلامة بالعافيه هذو شمن نخبه هذو هذو مش نخبه هذو فهمت هذو ربما كش من نلقاو نعم اسم واحد اخر شمن نخبه نخبه نتاع واحد شهير واسمه عنده شهاده نتاع دكتوره عنده تمعنا هذا ما لا يصنف من النخب النخب هم اللي راهم يتحركوا هذو هم النخبه النخبه هم اللي راهم يتحركوا من اجل التغيير في البلاد النخبه هم اللي راهم يبكيوا على <applause> البلاد فهمت هذا اللي انت شعب صار. يذبح شعب يسلخ وهو قاعد داير كانال بليس وراه قاعد يتفرج لك في البرصه شو من نخبة هذا يا راجل من نخبة صحيح تاع تحكي معاه نعم. يقول لك اخويا انا نشوفه رانا نتبعه أكتر انا نشوفه صحيح صحيح يتبع من البعيد المهم مم. نتركوا الفرصه للاخرين تحكي. حبيت نقول كلمه اخيره باذن الله انه النظام الذي يعني تجرا وقتل شعبه يعني يمكن ان يقوم باي فعل موشين يعني هذه النقطه حبيت دائما نقولها ونضيفها يعني وشكرا جزيلا ربي يبارك فيك الاخ بدر الدين شكرا شكرا الاخ بدر الاخ بلال نعاود نرجع لك تاع بروكسل كان قبلنا عندك انقطاع في الخط نتاعك اتمنى انه المره هذه تقدر درك نجي لكم الإخوة الآخرين. آه... الأخ رايس، والأخ محمد، وعمر، تاع نمر، وياسر. درك نجي لكم إن شاء الله. ألو السلام عليكم، الأخ نور الدين. وعليكم السلام، الأخ بلال، كنت خرجت. ألو. راني نسمع فيك. ألو السلام عليكم. راني نسمع فيك، تفضل. راني يعني نسمع فيك تفضل تكلم آه انا ابو بلال كنت تحدثت معك من قبل انا انا مقترب في بلجيكا ودليا اني يعني في البلاد انا يعني في البلاد قلت لك اللي هنا لا حدث الانتخابات قلت لك هنا الب... او عند مشكل تاع الانترنت ناقص في البلاد هنا الو أنا... تكلم 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 الو أنا... هاني نسمع فيك الاخ بلال أنا... أتفع... السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أهل الأخ عبد الخالق. كيف حالك أستاذ لباس؟ والله لباس الحمد لله، ربي يبارك فيك يا خويا أنت راك مهاجر مالا. <applause> ماشي الهجره بلاد ال تعرف بلاد الكفر الى بلاد الاسلام رانا مغتربين كما تقول آه. بصح كيفاش الهجره في المدينه المنوره خليني اول شيء نتكلم لك على ما, بي ما يسمى الانتخابات وبعد بعد نجي الهجره وهذه والانشغالات ايه ايه كلها كلها تفضل المهم الانتخابات كل شيء نحن نرى الان مهزلة هذه اللي صايره في الانتخابات ويعني ابراز التافهين وابراز السفهاء وابراز الحمقى ويعني ترشح المدفوعين وترشح الذين يعني يدعمون يعني بقاء هذا الوضع ويدعمون بقاء هؤلاء الاشخاص الذين هم صنعوا هذا الوضع لأل فيه البلاد الى التعفن سواء من المرشحين التافهين اللي يعني السبب او يعني الدافع للسلطه من ابرازهم هو سبب داخلي وخارجي السبب الداخلي هو فرض الامر الواقع على الشعب يعني قال هاكو تشوفوا ها هو واحد مثلا مختل عقليا ها واحد مثلا عنده زوج غرامات في راسه ها وها 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 ومن بعد شكون يبقى يبقى مرشح السلطه اللي هو بوتفليقه او مرشح الدوله العميقه اما بالنسبه للسبب يعني للدافع الخارجي يحاولوا يقنعوا الراي العام راكو تشوفوا راكو تقولوا بلي ما في تداول في السلطه راكوا تقولوا بلي السلطه حكر على جماعه معينه راهم 130 مرشح رميني راهم اعلنوا الترشح ورانا في دوله مؤسسات ورانا في دوله القانون ورانا يعني محاوله زي ما تقول يعني يعني تسفيه عقول الناس في الداخل والخارج لا. يعني مثلا لما نشوفوا مثلا المرشحين مثلا هذا رشيد نكاز مثلا الناس راهي يعني شعامه مره نشوف صفحه في الفيسبوك كلنا رشيد نكاز كلنا رشيد نكاز ورئيس الجمهوريه رشيد نكاز هذه السلطه وصلت الشعب الى درجه من السفه ودرجه من عدم الوعي دوك انت حتى السلطه وحتى المجلس الدستوري راهي عرضت الشروط شروط الترشح كيفاش تقول لي نكاز راهو رئيس جمهوريه وعنده امور موانع تمنعه من الترشح أنا قابلت قبل يوم تقريبا شخص يعني نحسبه من الملتزمين، قال لي والله رشيد نكاز ودفع بما يسمى ضرائب المنقبات، قلت له هل سألوا سؤال واحد فقط، ما هو الدافع لدفعه تاع المنقبات؟ هل هو حب في الإسلام؟ هل هو اعتقاد بأن النقاب شريعة إسلامية؟ روح شوف الأهل تاعه، روح شوف هيئته، هو من باب الحريات، قلت له هو دفع تاع المنقبات من المنطلق تاعو ثم يدعم تاع جماعه تاع الماك وجماعه اللي يرفعوا عالم غير الجزائر وجماعه اللي يفطروا في رمضان وغيرها وغيرها راهو يقوم بادوار موجهه اليه وغيره من الاشخاص يقوم بادوار محدده حتى له الشعب وله الناس ولا يصنع وعي ولا يصنع اي شيء قبل تقريبا ساعات شفت حتى هذا غالي مهدي يقول لك مقطع بث مباشر من من مقام الشهيد ورانا في الترشح و وللاسف هناك شخصيات معروفه راهي تقول لك ندعموه وهم عارفين انه لن يفوت في المجلس الدستوري. عندك مثلا بوناطيرو هذا اهل الترشح اللي هو يعني حتى وصل فيه الطعن حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يصلي على الوقت و... وامور يعني حتى شوف سبحان الله يعني من الخبث اللي وصلوا ليه يعني يستهدفوا عدة يعني عدة توجهات قال للناس المثقفين ها شوفوا المرشحين هذو اللي مختل عقليا واللي يعرف واللي ما يعرفش يكون جملة واللي ما عنده حتى دخل لا في السياسة ولا غيرها ويستهدفوا الإسلاميين قال مثلا الاسلاميين ها شوف ها بوناطيرو طعم في الحياه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا وهكذا وحنا كتشوفهم أبو بوتفليقه كتشوفهم يدي الحريات فهؤلاء يستهدفوا عده يعني توجهات باش يمشوا المشروع تاعهم ايضا انا من يعني ما نستثنيش حتى مرشح الدوله العميقه بهذا علي غديري رجل ما عنده حتى معنى ما ادري كيف اخذ الشهاده هذه يقول لك شهاده الدكتوراه والشهاده هذه وما عنده آه يعني, حتى مستوى ابتدائي وما عندوش لما تشوف الكلام تاعو يقول أنت مرشح معليش تريد التغيير؟ أنا معا. حتى الأسئلة الموجهة لها الرد تاعو شغل يهضر بثقة وشو إيه؟ إحنا راح ندو السلطة وبالقوة، اعرض البرنامج تاعك، جاوب على كيما نقولوا شغل سفاهات وتفاهات، والناس راهي تمشي صراعات ما بين الأجنحة، والشعب راهو مضحوك عليه وعدم الوعي. وحتى سبحان الله العظيم ولا الشعب او المواطن يشارك في عمليه الفساد وعمليه يعني عمليه التعفن هذا اللي صار فيه حتى سبحان الله صفحات على الفيسبوك صفحات تقول لك نحن نعلن مرشح للرئاسه أخي يعني عب في اخ في عبد الخالق اخ عبد الخالق تسمى في النقطه هذه برك نقاطعك نعم. أه ربما أنت انتكينا بعض الاشياء اللي ما على بالكش بها فيما يتعلق بالفيسبوك هذه واليوتيوب شوف كاينين صفحات ما عندهم حتى علاقة لا بنكاز ولا بعلي غديري ولا بنس آخرين خمسة. صفحات هذه هو ما يظل بها الناس مفتوحة ولكن فيه دوائر واحدة أخرى تلقى واحد, واحد راهو درك هو ضد هذا علي غديري وراهو هو فتح صفحة كل علي قديري فهمتني نعم. نعم صفحات قادره تكون مش حتى جزائريه مش حتى جزائريه كاينين هما صفحات دوك الان في الانترنت هما من اجل سرقه معلومات من اجل تضليل الناس من اجل بث الشكوك من بث... من اجل بث النعارات من اجل بث الفرقه ومن اجل بث الفتنه بين الجزائريين هذه مساله لازم الاخوه الجزائريين والاخوات لازم ينتبهوا لها مش اي نعم. صفحه صحيح. صفحه اللي ما تعرفش الصاحب نتاعها قال درك مثلا هذه الصفحه اللي احنا الان راني نتحدثوا فيها راك تشوف فيها بالصوت وبالصوره وعندك الاسم نتاعي واللقب نتاعي وروح ابحث روح للمدينه نتاع برج الغدير قول لهم راني حبيت انا جيت باش نسقسي على هذا نور الدين خبابا شكون حب نعرف العائله نتاعو وحب الناس اللي ما يبانوش هذو اطرحوا عليهم علامات استفهام كاينين الناس راهم مكلفين بمهمه وهما الهدف نتاعهم مثل ما كنت نقول منذ قليل. تفضل الاخ عبد الخالق. نعم هو الذباب الالكتروني على كل حال يعني قائم بنشاطات سواء قبل الانتخابات وفي الانتخابات وبعدها. حبيت نضيف لك مساله هذه تاع الصفحات المجهوله، تلقى مثلا الصراع هذا العرقي هذا ما بين مثلا الامازيغ والعرب والشويه، تلقى واحد دير, دير تاي وقاعد رجل على رجل في تل ابيب وقاعد لك داي صفحه داير تصويره تاع مدين والقبائل ومدري هكذا وتلقى بالعكس نفس الشيء تلقى واحد ماشي جزائري قاعد الصوره تاع تحمد ولا كريم بالقاسم ويقعد يسب في مدين والوطنيين وهكذا <applause> حتى يعني نعم حتى يعني في الصفحات يعني سبحان الله الصفحات هذه صفحات مجهوله يعني خصوصا يعني الناس اللي كما نقولوا احنا يزرعوا هذا النزاع العرقي كما نقولوا احنا يعني اسماء مستعاره فيجب الانسان ما يتبعش اي شيء لازم الانسان يكون عنده وعي يكون عنده يعني كما نقولوا احنا يعني شخصيه يكون عنده مبادئ يمشي عليها مشي اي تيار يجي يجرفه قال الشخص ما عرف عد شخص معروف عبد الخالق عبد الخلق في موضوع هذا نتاعنا حول المهاجرين وش كنت تشوف فيه نتايا يعني يمثل المهاجرين هل ترى يعني مثلا بحكم انك انت راك مهاجر هذا رشيد نكاز خلينا من المجلس الدستوري هو رانا قلناها شحال من مره المجلس الدستوري هذا ما راهوش راه يخليه يترشح أنه الملف نتاعو ما يش غير قضيه نتاع جمع التوقيعات راه كاينه فيه اشياء واحده اخرى اللي راه راح تمنعه نعم يعني ترى هذا مثلا راشد نكاز او هذا غاني مهدي او ناس اخرين هم يمثلوا هذا الناس المهاجرين ويمثلوك انت في شخصك يعني لا ممكن يمثلون في الانشغالات يعني مثلا يجوا شخص رشيد نكاز كيف احوال المهاجرين يقول لهم ناقصهم هكذا يحتاجوا هكذا ممكن لكن باش تحطوا انت كواجهه ويمثل آراء ما يمثلش اي راي لانه اول شيء شوف انا كيما قلت لك الشخص هذا يقوم بادوار والشخص هذا كما نقول احنا عنده امور يعني تخالف العقل وتخالف حتى المبادئ وتخالف حتى الشريعه مره ينادي بالحريات ومره يعني شخص ما عنده حتى مؤهل حتى يعبر عن اراء الجزائريين فهمتني كيف واما بالنسبه لغالي مهدي انا يعني انسان و... يعني يعني ممكن يكون انسان عنده وطني يعني يكون عنده وطنية وانسان شريف وانسان نزيه معليش بصح اسكو نتايا تكون مؤهل لقيادة شعب ولا انك تمثل مجموعة من الشعب يا الصحابة رضي الله عنهم كان يجي واحد على جال فتوى شرعية ماشي قيادة امة فتوى شرعية تلقى الصحابة قاعدين في مجلس تقريبا عشرين صحابي يجي السائل ويبدا بالاول والاول يرميها على الثاني والثالث والثالث حتى يرميها على الاخر يخرج السائل وما يلقاش اجابه للفتوى السلف وغيرهم كانوا يتهربون من مساله الخلافه لانه اول من يحاسب يوم القيامه اصحاب يعني اللي كان عندهم مسؤوليات عمر رضي الله عنه قال لك لئن لأن لأن لئن تعثرت بغله في العراق لسالني الله سبحانه وتعالى ما عبدت لها الطريق بالنسبة للمع... للواقع المعاصر هذا تجد شخصيات مثلا سواء نتفقوا معهم ولا نختلف معهم مثلا مولود حمروش راهو على باله الناس تقول لك لماذا وراهو ما ترشحش وراهو قاعد ليه في فرنسا وما, وما على باليش اللي يرى اللي يعني في الخارج اللي يرى الصورة الحقيقية يشوف انه هذا الشخص مثلا عمره عمره عاش حمروش في فرنسا حمروش عايش في الجزائر نعم ممتاز شوف عايش في فرنسا نعم لا هو ولا احمد طلب الابراهيمي كاين بعض من الناس انا شخصيا انا كنت مع احمد طلب في واحد الوقت هكذا من الاوقات وسمعت باللي راهو عنده ابارتومون وكذا, وكذا وكذا والى حد ما جت لي يعني منطقيه وزير خارجيه وكذا وكذا وكذا, وكذا ولكن انا شخصيا كنت نتلاقى انا وياه في باريس في الفندق كان كاري مثله مثل ايها الناس يجي يكري 10 ايام ولا 15 يوم في فندق يدير مصرفات هكذا كش ما يشري حوايج والله هذاك يدور يتلاقى مع بعض الناس اللي هما في بهم كش ما يشري كتب والله هكذا ويعاود يدخل ايه نعم فبالتالي يعني هو يعني الناس تلوم مثل حمروش احمد طالب الابراهيمي وانهم ساكتين يو هؤلاء عندهم ناس يعني يعرفوهم عندهم علاقات وعلى بالهم باللي الجماعه تاع مثلا بوتفليقه راهم خلاص راهم يعقبوه فبالتالي لا جدوى وما ما اصلا دعم شعبي فخلاصه الامر ما في اي شخص الان بالنسبه لي انا يمثل يعني الجزائريين في الخارج انا اول يعني رايت اناس كثيرين معارضين ما قنعني ولا واحد فيهم لانهم يعني الغالب فيهم لا يدعو الى مشروع ولا يدعو لاي شيء يعني لكن لفت انتباهي انه الاستاذ نور الدين عنده مشروع المصالحة الجزائريه يستوعب عده لا را ما قلتلكش <applause> 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 لا لا كي تقول لي يعني شخص يمثلك سواء يترشح ولا ما يترشح قال مثلا شخصيه <applause> جزائريه يمثل المغتربين الجزائريين ولو مثلا صارت عليه مسؤوليات يصير هو الناس يعني تمشي من وراءه يعني عنده مشروع عنده خلاص يعني يعني واضح قال عندي مشروع عندي عندي هكذا لا يتبع الى اي جهه لا يتبع الى اي تيار مثلا فعلى يعني الانسان للاسف الشديد خرج خونا عبد الخالق يبدو انه عنده مشكله أه شوفوا ترى الاخ رايس هذا المهم الاخوه الموضوع نتاعنا هو حول المهاجرين الجزائريين والانتخابات الرئاسيه في الجزائر الاخ عبد الخالق صبرنا نمر الاخ هذا وممكن نعاود نرجع لك على الجنب باش نعطيك تكمل المداخله تاعي المهم اذا كان فيه اخوه قد اجل باش نثريو هذا النقاش مع بعض الاخوه اللي عندكم الضعف في الخط آه. الاخ اللي دخلتك الان آه. رايس رايس بوعلام راهو يقول لي الجهاز باللي راهو عندك تشويش بزاف في الخط تاعك آه. دخل دخلنا نمر الاخوه الاخرين السلام عليكم وعليكم السلام تفضل الاخ عبد الخالق كمل المداخله نتاعك باش نمر الإخوة الاخر نعم معذره ننتقل الى الظاهر يعني على حسب ما سمعت قلت لي الانشغالات اللي تواجه مثلا المغتربين في الخارج صحيح اه يعني مثلا في ال... هنا م... عبد الخالق ثم خلينا ها. ممكن ممكن بلاك يبان لك باللي سؤال تاعي بيزار ممكن ولكن نحب نستفاد انا بحكم انك انت راك موجود في المدينه المنوره عاده عادة هو أن الناس اللي ربما يموتوا في المدينة المنورة من الجزائريين يتمنوا باش يدفنونا ثم عادة هل ترى فيه جزائريين على حسب العلم نتاعك نتايا هو أنه يعودوا يجيبوهم للجزائر يعني يتم الدفن نتاعهم في الجزائر وكيفاش يعني؟ هل يعني ترى فيه مثلا قال صعوبات مثلا فيما يتعلق بال والله شوف النقل والله قال مثلا شكون اللي يتحمل المسؤوليه نتاعهم؟ يا ترى مواطنين؟ يعني يا ترى الدوله؟ يا ترى محسنين؟ خاطر مثلا في الخارج يعني بشكل عام اه تحدثنا احنا هذا الموضوع هذا درنا عليه تسجيل الاذاعه نتاع وطني منذ سنوات. وراني شايفين نذكر كان معنا واحد من الاخوه توفى ربي يرحمه يقولوا له كمال ربما كان الاخوه اللي مولفين يتبعوا الاذاعه تاع وطني راهم يسمعوا الصوت تاعو يقولوا له كمال الحراشي دائما يشارك معنا مسكين ربي يرحمه مرحبا. يعني ناس يتوفوا والله غير يطلبوا لهم يطلبوا لهم باش يعاودوا يدخلوهم للجزائر كاينين والله غير ناس لحقوا لدرجه وانه صاروا يبحثوا والا يحرقوهم يا سبحان الله فهمت وهذه النقطة هذه أنا نثيرها في هذا الموضوع هذا باش تجسد على أرض الميدان لأنه سمعت في وقت من الأوقات ما حتى وقيل اتصل بيا واحد هكذا وبلغت أنا هذه الرسالة مجموعة هكذا من النواب قلت لهم عجل باش يطرحوها في المجلس الشعبي الوطني يعني باش المواطن الجزائري لما يتوفى تكفل به القنصليه ولا هذيك ولو اسيدي يسلكوا له تاع الصندوق هذاك وفيما بعد سيدي يندفن في الجزائر كاين الناس يحبوا لما يموت ينفن في الجزائر يعني على الموضوع هذا بالذات كيفاش تشوفيه انت ثم في المدينه المنوره شوف اول شيء قبل ما نتكلم على هذه النقطه نتكلم لك يعني الدوافع التي تجعل اغلب الجزائريين يقيمون في السعوديه م. يعني اغلب الجزائريين متمركزين في منطقه المدينه النبويه ومنطقه مكه المكرمه الغالب م. لا ياتي الى يعني لا ياتي بدافع العمل او بدافع تلقاه اما عنده شيء في الجزائر مثلا عنده قال يعني شقه ياجرها او عنده محل مثلا يسترزق منه ويبعث له الدراهم ويعيش هنا مثلا او انه يعني يشتغل يعني امور بسيطه قال يعني مع الوكالات السياحيه التي تاتي يعني اللي اللي تجيب الجزائريين في الفنادق يعني هكذا يعني و يعني تكون يعني امور بسيطه ويعيش كما نقولوا احنا يعني معيشه لا باس بها يعني وفي بعض لا في بعض الجزائريين بعضهم يجي بدافع العمل يعني مثلا في ناس دكاترة في ناس حتى يعني كفاءات والله ما تصدق في منطقة عندنا في السعودية اسمها منطقة الدمام هذه فيها اللي فيها شركة ارامكو للبترول واجهت ناس يعني مهندسين يعني على مستوى على مستوى عالي يخدموا في البترول استشاريين وبروفيسور ويعني يعني يجيبوهم بالطلب واللي مثلا شغال يعني مثلا دكتور في مستشفى و وغيره يعني لكن بالنسبه لقضيه الدفن هذه اذا كان الشخص معتمر يعني انا فيما واجهت انه 99.9% حتى المعتمرين اللي يجوا يعني انا عاينت عده يعني وفيات يعني الغالب انه يعني يعني يطلب الدفن في المدينه خصوصا لما تشجعوا انت وتقول له يعني فيها فضيله وهكذا وفيها شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يتشجع يعني و لكن بالنسبه وفي قضية قضيه الوثائق يعني بشكل آه. عام كيفاش في المدينه المنوره يا يعني ترى مثلا قال كاين قنصليه ثم في المدينه ولا في, الرياض؟ لا لا السفاره في الرياض والقنصليه في جده. اه اوكي. والقضيه نتاع الوثائق يا يعني ترى قال مثلا فيها صعوبات مثلا في التجديد نتاع الجواز تاع السفر الوثائق هو الان شوف نعم نعم البطاقه تاع القنصليه هذه هو الان الجزائريين مثلا اذا كان عددهم مثلا في السعوديه مثلا الى حد قبل سنتين تقريبا اذا كان عددهم مثلا ثلاثة آلاف راهو ألف وتسعمية لمشي ألفين راهم نزلوا لأنه قرارات جديدة الله المستعان قضية مثلا أنت مثلا مقيم مثلا عندك مثلا يعني زوجة وأولاد يعني انت تدفع تقريبا يعني تقريبا تدفع يعني زوج ملايين دينار كل شهر كضريبه طبعا النظام هذا نظام الكفاله يعني تجي مثلا تشوف اي سعودي وكيما نقولوا احنا يعني كفلك يعني ديلك هذه الانظمه تاع تاع الخروج والدخول وتاع التامين الصحي وغيرها فبالتالي انت تدفع 400 يعني زوج ملايين هذه السنه الاولى وزوجتك واولادك في السنه الاولى يدفعوا تقريبا الى 700 الف الى 800 الف وكل سنه راهي تزيد السنه هذه وصلت بحيث يعني الشخص يدفع تقريبا 4 ملايين والاولاد والزوجة تاعو يدفعوا حتى 2 ملايين و ملايين هذا من ناحيه الرسوم رسوم الاقامه غير تجديد الوثيقه تجديد الوثيقه تقريبا راهو يتطلب 10 ملايين 15 مليون وقلت لك الدخل تاع المقيمين اللي, اللي هنا اكتعرف تعرف يعني ناس ملتزمين وناس جايين عجل مدينة المدينه وحتى لو يخدم ما عندوش كيما نقولوا حنا شهاده اهله ولا ما حتى لو خدم مثلا مبلغ زهيد قال مثلا يخدم 1500 ريال يخدم من الصباح للمغرب ألف 1500 يقدر يعني يشتغل مع الوكالات السياحيه ومع المعتمرين ويجيبها فبالتالي يعني قبل تقريبا خمس سنوات وعشرين سنة ومن أيام التسعينات يجوا الجزائريين وقبل ايام التسعينات اللي قبل ايام التسعينات لو الجنسيه اصبح مم. سعودي يعني ونعرف ناس جزائريين اللي شغالين حتى في الجيش شغالين في الوزارات ناس على مستوى ناس عندهم فنادق عندهم املاك لكن الجنس والجنسيه سعوديه وما تقولش عليهم جزائريين و... يعني خلاص انخرطوا في المجتمع السعودي نعم اما بالنسبه قلت لك يعني لل... للمقيمين ف يعني الحاله الان حاله صعبه جدا الغالب خل... يعني خلاص ولا يمشي ولا ي... والدوله تحسب الدوله الجزائريه ثم ولا ما كانوا لا شو نجيك نجيك الوسم والمشاكل تاع اللي تواجه المقيمين في السعوديه الان تقريبا شوف سبحان الله العظيم الان نظام الاقامه كيف في مثلا مكتب يعني يسموه مكتب العمل مكتب العمل هذا تجي شركه مثلا تعطيك فيزا يعني تاشيره اقامه قال مثلا سباك ولا قال عامل كهربائي وهذه مهن مستعاره يعني يعني يجي هنا وما يخدمش هذه المهن يعني يدي اسم تاع المهنه بصح راهو قاعد ويخلص الدراهم تاع الرسوم وتجديد تاع الوثائق للكفيل تاعه كاين اللي الكافيه اللي خاف الله سبحانه وتعالى وما يديش عليه الا الرسوم الحكوميه وكاين لا كاين اللي ياخذ يدي عليه رسوم اضافيه ليه لنفسه ويقعد يهدد فيه ويخرجك ويوسيلك وهكذا وهكذا فبالتالي يعني يعني الامر صعب جدا يعني يعني من ناحيه يعني الان ناحيه الروس من ناحيه, من ناحية فالناس يعني اصبحت يعني تخرج يعني بالنسبه للشيء واحد من المرشحين هو راهو قال مثلا دير برنامج تاعو هكذا مثلا باب خاص بالمهاجرين هنا في السعوديه مثلا انتم في, في 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 السعوديه ما عندكمش ها. مشكله مثلا فيما يتعلق اولا بالدين خلاص ما عندكمش مشكله فيما يتعلق باللغه ما عندكمش مشكله فيما يتعلق بالاحلال هذه يعني تسمى <applause> الانسان راهو ثم راهو الطب لكن الناس اللي <applause> في فرنسا راهم في امريكا <applause> راهم في بريطانيا راهم يحوسوا على جل باش هما يشريوا مثلا كيما يقولوا اللحم الحلال يحوسوا على جل خايفين على اولادهم قال مثلا باش يروحوا يدخلوا في المحرمات وفي المخدرات وفي في امور واشياء واحده اخرى آه خايفين على اولادهم ايضا فيما يتعلق باللغه كاين ما كانش مدارس يعني قال مثلا راها ديرتها الدوله والله قال مثلا راها تشجع في ناس هكذا على جلبشهم قال مثلا يديروا مدارس هكذا بحيث رغم انه الدستور في المواد نتاعه يقول لك باللي الدوله تسهر على جلبش المواطن الجزائري حافظ على الهويه نتاعه لازم يدعم ولازم كذا ولكن على ارض الميدان والو باستثناء تروح انت القنصليه قلت لك انا اغلب الناس اللي راهم مهاجرين يروحوا من اجل الوثائق نقطه نعم حتى يعني من العجب العجاب يعني أسباب اللي دفعت الناس يعني للخروج من الجزائر مثلا قدوم السعوديه قدوم مثلا البلدان المحافظه هذه هو كيما نقول الإمتحان الامتهان لصوره مثلا الملتزمين او المتدينين مش مهضر الناس المتطرفين المتشددين واللي عندهم فكر مثلا فكر هكذا قال مثلا حزبي لجماعه مطر لا لا نهضر انسان ملتزم حاله حال نفسه يعني ما عندوش اي مشكله <applause> فبالتالي حتى واحد يعني صار ممتهن صار يعني توجه اليه انظار غير طبيعيه الاولاد تاعو ما يقدرش كيما نقولوا احنا يربيهم وفق ما اراد هو وما يقدرش يدخلهم مدارس وفق ما اراد هو اخي هما قالوا ديمقراطيه والراهي تتسيد الديمقراطيه في المقابل تشوف هذا وزير الشؤون الدينيه يجوا دوك الرهبان ويدير لهم هذاك التطويب تاعهم ويدير لهم هكذا وقال نعترفوا بهكذا يعني تشوف في هذه اسباب كلها البيئه المتعفنه يتعلق بالتذاكر مع ال... كما التذاكر هكذا يعني سجلتها انا يعني سجلتها انا ال... سجلتها في ال... شوف اول شيء يعني باش ندخلوا مباشره في الانشغالات اول شيء بالنسبه يعني للقنصليه يعني السفاره احنا ما عندهاش يعني ما عندناش تواصل معها لانها امور تابعه وزاره الخارجيه أما بالنسبة إلى القنصلية صاروا يوظفوا ناس في أجل الوشاية على ناس والتجسس على ناس قال أروح أنت وهذا أنا يعني عاينتها شخصيا نا؟ نعرف شخص بشحمه ولحمه يعني جاي هو يسكن في المدينة وهو ديرين موظف في القنصلية يجي, يجي يجيب لهم تقرير قال فلان وفيه اللوش ها فلان هكذا وفلان هكذا وهو ايه وهو ما كيما نقول احنا يعطوه يعني خبزه وقال يعني هذه نقطه والنقطه الثانيه سبحان الله يعني لما تجي القنصليه ما تشوفش يعني كانك رايح قنصليه بلادك يعني انا في الجامعه الاسلاميه نشوف ناس من عده جنسيات يجي لك واحد دوله ماشي معروفه قاعيتك يا صاحبي دوله ما كاش قاع في الخريطه تجي يقول لك والله الاستقبال وتعامل مليح وبغض النظر يقول لك عن توجهاتك بغض النظر عن خلفياتك مواطن تحمل جواز خلاص عدنا عن يعني نعطوك الاحترام ونعطوك لما تدخل هنا القنصلية يعني تحس بامتهان تحس يعني كما نقولوا احنا يقعدوا يعني ما ناش في دولة مؤسسات للأسف يعني هذا بالنسبة للقنصلية بالنسبة للثاني الأمر يعني الان انا بالنسبة للمقيمين خليني نتكلم شوية بالنسبة للحجاج والمعتمرين بالنسبة للحجاج والمعتمرين لو تشوف يعني انا عندي مقاطع موثقة لو تشوف خيم الحجاج في المشاعر المقدسة شيء يندى له الجبين بينما تشوف دول عندها الحرب مثلا تشوف سوريا تشوف ليبيا والله مخيماتهم احسن من مخيماتنا مخيماتنا لا توصف تلقى شخص مخلص في الجزائر خمسين مليون. ويجي ما عندوش حتى مكان والاكل ما عندوش حتى اكل ويعني نظافة بشعه ويعني خيام ما تستحقش حتى الحيوانات اكرمك الله هذا جانب جانب حتى في التعليم أخ, أخ, اخ عبد الله اخ عبد الخالق اصبر شويه برك <applause> اصبر كاين فيه بعض <applause> الاخوه كذا راهم يحتجوا الاخوه شوفوا رانا أه، نناقشوا في الموضوع تاع المهاجرين المهاجرين مو مش فقط الناس اللي راهم في فرنسا هذا راهو الاخ رأه موجود في في السعوديه وراهو يتحدث على بعض الانشغالات موضوع هذا راهو عام رانا نتحدث على الانتخابات الرئاسيه وفي نفس الوقت رانا نتحدثوا على الانشغالات نتاع المواطنين لربما فيه ناس قال في مثلا مرشحين لا يهم الفائز ولا ولا الخاسر المهم ربما نولهوهم البعض النقاط ربما كاين الناس اللي مع على باليش انا يتولى هو قال مثلا يدير محور في, في البرنامج نتاعو لا يهم الان ولا غدا المهم احنا نتحدثوا هذه فرصه على جل باش المهاجرين اللي راهم في الخارج على جل باش هما يرفعوا الانشغالات نتاعهم ليش خارجين على الموضوع الإخوة تفضل الاخ عبد الخالق نعم قلت لك حتى في التوعيه الدينيه لما حتى يجيبوا الحجاج يعني في قصر في جميع المؤسسات اللي هي يعني دا يعني تكلف بمهام الجالية في الخارج. لو جينا الى مؤسسة قلت لك مؤسسة الشؤون الدينية بالنسبة للحجاج بالنسبة للتوعية الدينية في الحج والعمرة يجيبوا لهم ناس بصفة ائمة هم ما يحملش اي ثقافة تقصي شروط الصلاة ما يعرفش هذا شيء. بالنسبة الى مثلا وتجي انت متخرج عندك ماجستير وعندك دكتوراه تجي مثلا يعني مثلا يعني تدخل في اطار التوعيه وهكذا قال لا لا وانتم مع بلاش الوهابيه وتنشروا فكر ما على باليش هو و... وفي المقابل يجيبوا في ناس يعني يظلوا الحجاج وما عندهمش اي مستوى، بالنسبه الى وزاره النقل اللي هي التذاكر والخطوط الجويه على بالك استاذ باللي حنا ممنوعين باللي نركبوا الخطوط الجزائريه في الاجازات الصيفيه ممنوعين. من أه. مقيم ما كاش فترة رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة ما قبل أي مقيم قال لك واحد ما يطلع صح معليش دوك أنت لا لا لا, فهمني في النقطة هذه فهمني في النقطة والله ما على بالي يا. النقطة هو الصراع القائم ما بين الخطوط الجزائرية والخطوط السعودية دوك نعطيك القصة كاملة كيفاش ماشي تحيا. شوف شوف يا ليت هناك تنافس لا 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 احتكار ليس هناك اي تنافس، التنافس كيف أوكي. تنافس؟ قال السعوديه مثلا يا ودي انت مثلا مسخر قال 15 طائره ولا قال مثلا خمس طائرات ولا قال تذاكر معينه للجاليه مثلا في السعوديه، الجيل الخطوط السعوديه تخدم معليش من حياة يا صاحبي راني معاك صح انت لا توجد رحلات في هذا العام الخطوط الجزائرية منعت المقيمين قال لك معتمرين حجاج وانا وين نروح الخطوط السعودية نفس الشيء كانت اول تدينا بمبلغ 1500 ريال يعني ما يعادل الله اعلم يعني واحد 7 ملايين 8 ملايين الان م. ما كاش كان الخطوط الاماراتية المصرية تلقى ب 20 مليون 19 مليون فهما ما خدموا خدمتهم ما خلوا الناس يخدموا ما فتحوا تذاكر ما فتحوا رحلات ويجوا يغلقوا على السعودية السعودية كل ما تجي دير عروض آه حبس ما كاش كان غير الخطوط الجزائرية نجي نحجز خطوط الجزائرية, الجزائرية يقول لك ما كاش ما كاش جدولة رحلات إطلاقا للمقيمين فما يقول علاش الله أعلم يعني هذه يعني هذا الجانب ريزرفيل ريزارف... تاع نتاع العمره والحج هذا مكان والشيء وحتى خطوط السعوديه لما تدير عرض مثلا قال 8 ملايين 7 ملايين يديروه مثلا لمده ساعه وبعد الوكالات السياحيه اللي في الجزائر تشريهم قاع بالتالي المقيمين ما يلقاش كيفاش يجي مسكين آه آه ولا بلاش ريزيرفي بلاك نتاع الخطط الجويه فقط لل... نتاع العمره والحج انتم الله يسهل عليكم انتم راكم تابعين للسعوديه الله يسهل عليكم معليش حاليا. معليش انا مع معليش انا معك في هذا ولكن نو <تبعني> أنا... مشي ماشي يعني... هما هما يقولوا لكم هكذا انت <تبع> نعم. الله يسهل نعم صحيح شوف انا معك بصح انا مواطن جزائري انا نجي الجزائر مثلا والشيء الثاني الشيء الثاني الشيء الثاني معليش قال الخطوط الجزائريه خاصه بال بال بالعمره والحج علاش تمنع الخطوط السعوديه انه تقلص لها عدد الرحلات قال ما السعوديه فرضوا عليها عمره وحج وكيديروا العروض الوكالات السياحيه اللي في الجزائر تديهم علامة ما تمنعهمش بلي هما يديهم خي قلت بلي العمره والحج خلي وكاله السياحيه تخدم معاك حتى سبحان الله يعني النقل هذا لما تجي راك تجد راك يعني لما تروح الجزائر تجد مشكله في التذكره تجد مشكله حتى في المطار السرقه هذه ولات عيناني والله غير شوف صادفت عاينت انا بنفسي يعني حصلت لي ويعني وناس اخرين يعني من الاصدقاء يعني ناس تمت سرقتهم يفتحوا شيء هذيك يفتحوا الكابا ويدورهم حتى امور يعني ثمينه ما يقدرش حتى يطلعهم في واسمو في الطائره من ناحيه حتى زمزم تجيب زمزم يديهولك لك امور يعني كوارث ولا الانسان حتى يكره يجي في الجزائر تجي يعني سوء الاستقبال في خير المطار، التسيير نعم، في انشغال كذاك حتى في يعني قلت لك يعني حتى مثلا لما تجيب مثلا يعني تجيب كتب مثلا، تجيب امور تلقى تفتيش ذاتي، الدراهم مثلا، كيفاش دراهم انا ما عنديش يعني من, من حيث من واش؟ من 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 الجانب السعودي ولا من الجانب الجزائري؟ لا على الجانب احنا إحنا الحمد لله هنا ما كش اي مضايقات آه. من هذا الجانب. سمعي شوفوا شوفوا الكتب نتاع ربيع المدخلي ونتاع لا, لا 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 مش هذه لا مش ناضر على هذي انا هذا بالنسبه مثلا الشيخ ربيع ولا غيره معليش قال انت مثلا عندك عداوه قال مثلا تقول بلي انسان ضال معليش. انا اهضر على كتب حتى ابن القيم بنو, بنو تيميه حتى الامام مالك كتابات ما كاش هكذا يعني كتابات ما كاش تجيب زمزم يقول لك راك تاجر به ما كاش فبالتالي امور حتى تجيب مصاحف وراك مديها وانت راك تبيع وانت ما باليش يعني ولا الانسان يكره يعني امور بزاف تكرهه يكون خير و... للأخ عبد الخلق راهم كاين اخوه اخرين راه ينتظرون نشوف ترى نحاول نمر لهم الكلمه شكرا للاخ عبد الخالق بارك الله فيك استاذ ونزيدوا ان شاء الله نتواصلوا ربي يعيشك شكراً للاخ عبد الخالق آه شوف ترى هذا اللي يرمز للاسم نتاعو بالشنوه تركنجي لكم المهم معذره السلام عليكم وعليكم السلام الاخ الاسم نتاعكم راك تكلم فين راني نشوف صالح من العاصمه مرحبا بك صالح من العاصمه وش راك شيخ نور الدين الله يبارك فيك اباس والله الحمد لله ربي عايشك واش راهو حوالي الانتخابات اخويا من عندك <applause> <applause> <حق تصفيق> <حق تصفيق> اخي احنا انا كان عندي يعني شغل تدخل مع واحد الخط شغل كمواطن سمعت صوتك تاعك واش غريب التجسس المهاجرين نعم قلت لك صوتك مش غريب عليا إيه كان عندي تدخلات معك يعني دخلت معك هكذا في اللايف قلت لك الانتخابات هذه اللي راهي في يعني شغل دايره البوز في البلاد ما المواطن ماهوش معني بها يعني شغل راهو يشوف ويضحك سوسوس هو المهاجر ولا المواطن اللي عايش في البلاد يعني حنا كمواطنين انا واش راني نشوف النظره تاعي الشخصيه ولونتوراج ديالي نشوف باللي المواطن ما راهوش سامع بهذ الانتخابات وعلى بالو باللي شغل الماتش مبيوع على بالنا كامل باللي الماتش مبيوع هكذا ولا هكذا ولا هكذا يعني شغل رانا في لا مواطن جزائري ويسنى في سوربريز واش واش يقدر يكون واحد من بور لو مومون كل واحد واش راه يدير تكهنات شغل كاين ماتش راح يلعب الاخر يقول له يربحوا 3 2 الاخر يقول له يربحوا 5 2 هذا راه يقول الماتش مبيوع الاخر يقول الماتش مبيع لاخر يقول له بلي الاربيتر راهو مشري هذه هي يعني شغل انا ندوروا غير لتما ما يعني سياسيين قال لك كما يقولوا جدوا نطولوا له في العهده ومن بعد قال لك لا لا نديروا انتخابات ومن بعد قال لك لا لا نرشحه هو من بعد هما هذو عندهم احزاب يعني كما نقولوا خلينا من التهريج اللي دايرين واللي هابط يقولوا له تدي الاستمارات هذه انا ربي لي يكون جايز هبط <applause> هذيك تاع الوزاره هذيك اللي يكون جاي يستريغ يقولوا له روح تولي رئيس خلينا من هذوك المهرجين نهضروا على النخبه السياسيه يعني رؤساء الاحزاب و كما يقولوا الناس الكفاءات سوا ديزون كفاءات يعني هما ما راهمش سير واحد يقول لك نمدوا العهده واحد يقولو لا لا نديروا انتخابات يعني واش يقولوا لهم يقولوا ايه نعم صالح شوف هو فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسيه ترك كاينين الناس اللي هما راهم هما ماذا بهم باش تكون استمراريه هذه الاستمراريه سواء تمت من خلال تعديل الدستور وتمديد الحكم لمده معينه قال مثلا مده نتاع عام او عامين أو من خلال إجراء الانتخابات في الوقت انتهى واستمرار نفس الديكور نفس ال... لماذا؟ هذا الناس اللي هم مع الاستمرار هذا الناس خايفين خايفين أولا من انفجار الوضع وخايفين هو أنه الناس اللي هما تم إقصاؤهم أو تم إبعادهم راح ينتقموا منهم الناس ذوك اللي راهم كاينين اللي راهم هما يدعموا يدعموا واش راح تنتظر انت من واحد ذكره راهو درك هو داخل في اللجنه نتاع مراقبه الانتخابات او على بالو باللي يروح بوتفليقه يروح معاه ما يزيدش يعاود يبان بالتالي درك انا, ما أنا اسمح لي انا اصبرني برك صبرني نكمل لك هذه القضيه وبعد آه 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 نعاود نرجع لك الكلمه درك كاينين الناس اللي هما درك مثلا مثال قال مثلا كيما مقري مقري هو اقترح اقترح في وقت سابق هكذا على جال الناس اللي راهم دركم في السلطة وحتى حمروش حمروش يعني سمعته انا وقريت الاخر تاعو منذ اعتقد اه اربع سنين هكذا كلها اقترحوا على جال هذا كيما كان توفيقه كيما كان توفيق قبل ما ينحيو التوفيق قال لهم باللي هاد الناس قادرين يلعبوا دور حتى يشبههم راني شافي في, في المداخلة هذيك شبههم بلي تروا بي فهمت <applause> شبههم بلي تروا قال لهم هذه فرصة على جل باش الناس تلتقي وديروا مخرج ديروا حل حتى انا شخصيا في وقت من الاوقات قلت لهم يا ودي لازمكم تسارعوا تلقاو مخرج قبل ما يموت بوتفليقه دونك الناس راهم خايفين في القضيه هذه نتاع الاستمرار وفي المقابل كاين الناس اللي هما ذكرهم هم التصريح نتاع واش اسمه هذا علي غديري على الخبر معولين رايحين بها البيت والان راه مبداو يحركوا في جماعه في الخارج راه مداروا استوديوهات نتاع تصوير حتى نقلوا بعض الناس اللي راهم كانوا هما الى حد ما في وقت من الاوقات يديروا في بعض الاحتجاجات هم نقلوهم من الخارج وكلهم من اجل توجيه الناس لانه عارفين باللي التلفزه الرسميه ما راهيش راه تسمح لهم على جال باش هما يمارسوا هذيك الاخر تاعهم هما الان راهم صاروا يدعموا في بعض الناس في الخارج قنوات فضائيه يخلقوا قنوات فضائيه يدعموا ناس بالاموال يستعملوا شوف في كل شيء والهدف تاعهم هو من اجل تهييج الشارع وكاينين ناس منهم من بين هذو اللي راهم درك موجودين هذو نتاع ما يسمى بالمشطوبين هذو ولا بالمتقاعدين فيهم اه مش كلهم كاينين الناس اللي راهم هما يحوسوا على مطالب اجتماعيه محقورين او قال واحد ما عندوش سكنه او قال مثلا المعيشه نتاعو مش وتلقى هذاك الناس راهم ربما ما على بالوش حتى بالانتخابات هذه ولكن فيهم ناس اللي راهم هما يوظفوا فيهم ويستعملوا فيهم كاين الناس اللي هما يستعملوا فيهم يهاجموا قال هذا على غديري على جلبش وما ينحيوا التهمه هذيك قال باللي هذا راه مرشح للجماعه نتاع التوفيق وكذا 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 وفي المقابل كاين الناس اللي هما يستعملوا فيهم من اجل على جلبش قال يهاجموا آه الاخر جماعه في, في السلطه حتى باش يلعبوا رول واحد اخر المهم هما كاينين كاين زوج زوج جهات كاين الناس الجماعة هذو نتاع التوفيق اللي راهم لكم يلعبوا في الدور تاع المعارضة والجماعة نتاع الأمر الواقع نتاع نتاع القايد صالح و والجماعة اللي راهم معاه فهمت هذه هي أنا كما يقولوا القراءة ديالي لهذا المترشح الغدي راه عندك تقطع في الصوت تاعك الأخ صالح ولا في المترو يديروا واحد يجري مع مع اللي يجرو ومن بعد يخرج قبلهم ما يكملش حتى اللافا كاين واحد في لاكورس إيه في, في السيبر هذا هو الرول تاع الغديري هذا إيه يراوغوا به برك باش الناس تتبع بلي هذا ويدير البوز آه يلحق آه. هذا هو الرئيس شغل يكلمو الناس كامل يروحو معاه اسمع الناس كاين اللي تأيدوا كاين اللي اللي نعم يستعملوا فيهم يستعملوا في الكاز هذا غديري ما يستعملوش راهو جنرال للاسف الشديد خرج الاخ صالح يبدو ان عنده خلل في الخط نتاعو شوفوا ترى هذا الاخ عمر النمر هذا اخ عمر نمر راهو عندك مشكله في الخط تاعك شوفوا هذا لا الله يقدر يطلع وعليكم السلام الاخ حمزه يا ربي يبارك فيك اخ سعيد عبد الرحمن نكاز هو الرئيس احلم على العراق فهمت احلم على روح كورة نتلاقاو نهار يعلن المجلس الدستوري باللي الملف هذا نتاع رشيد نكاز ما اكزيستيش في ذاك النهار تفكرني او الكلام تاعي راه مسجل جماعة راه معاولين على الفوضى فهمت هو راه الان راه يقوم بدور جماعة راهم يدفعوا من اجل تهيج الشارع وراهم يحوسوا يخلقوا فوضى اللي تمكنهم على جلبه شو ما يستولوا على السلطه فهمت الان الناس اللي هما قادرين يمنعوهم هما الناس اللي راهم في السلطه فهمت هما الناس اللي راهم في السلطه هما اللي قادرين يمنعوهم الناس اللي راهم دوك يلعبوا في دور تاع المعارضه لا اتحدث عن المعارضين باش يكون الكلام تاعي واضح الناس اللي راهم يلعبوا في رول تاع المعارضه راك تشوف انت تشوف انت في القضيه ديك تاع الملاح كيفاش حرك وهذاك وش سمو ذاك عبدو سمار ولا اخر هذاك ما يعرفش يقول له بوديا شوف وين راهم شوفهم تبع تبع الامور كيفاش راه تمشي شوفوا ترى هذا اعتقد <applause> يعني دخلتك اللي ترمز للاسم نتاعك برا اسبوع لم يبدو هو ان عندك مشكله في الخط تاعك ما عندك مشكله في الخط تاعك الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك ميشيل اعتقد تحدثني البارح راه عندك ان بلوكاج في الخط تاعك شوف اللي بارامتر تاعو زكي راني يعني طلعتك يبدو وانه ايضا انت عندك مشكله في الخط تاعك اتمنى وأنه تطلع يا والله العظيم شوف نقول لك قاسما بالله يا يو ويوصلوا الجماعه هذو شوف نقول لك التغيير بالك منه وجاي اكثر من خمسين سنه زلت تعاود تسمع به ربما درك رغم انه رانا ضد بوتفليقه ورانا ضد العهد الخامسه ولكن درك هذا الناس اللي راهم درك هما مع بوتفليقه راهم قادرين درك هما في العهد الخامسه هذا هو راح يموت ماش راح يقعد خلاص يعني انتهى صحيا انتهى وبالتالي راه راح يصير تغيير حنا درك الناس اللي لازم تفكر فيه هو أن الناس تلتقي لازم الناس تتجمع خاطر لما يكون فيه تجمع لما تلتقي يعني شرائح من المجتمع كامل كامل الناس هذو في الفئه نتاع البطالين المهاجرين الناس اللي راهم في الداخل هذو الفئه نتاع المشطوبين ونتاع المعطوبين ونتاع انتوال المتقاعدين ونتاع كذا في نتاع الطلبه في نتاع الاساتذه في نتاع الاطباء الحركه دي تاع النقابات الجمعيات الاحزاب كلهم يت... الجزائر اما هو انك تروح تمشي أنت مع واحد راه فيه دوائر راه تدعم فيه انت راك تخدم فيهم فهمت، أخ مراد يبدو هو أنه عندك بلوكاج في الخط تاعك. شوف ربما راه مشكل تاع الإنترنت. نعاود نرجع لك الكلمة الله الأخص... تقدر تطلع. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل الأخ صالح كمل المداخلة نتاعك، يبدو هو أنه حصل لك تقطع في الخط تاعك. بارك الله فيك شيخ نور الدين. كنا نهضروا على الغديري قلنا يعني شغل هو ما راح يكمل السباق على حسب القراءه ديالي الوضع انا باسكو هذا الانسان ما ما يقدرش يعني شغل يجيبو مترشح لي يحكم البلاد وينصبوه رئيس من لا شيء يعني على كل حال هو كان في الجيش وجنرال وهذه وهذي وشنو حتى في الجيش كاين اسماء لي شغل تغطيه ما يقدرش يعني شغل ينافسها هو ما شكيتش يعني انا القراءه ديال الشخصيه ديالي ونكاز ولا مهدي ولا هادوما انا بور موا شغل ما كما يقولوا اه... يجربوا ولا باش يبانوا في الساحه السياسيه ولا شغل باش يديروا البوز ولا هذه شغل اه... انا نشوفها كقراءه ديالي باسكو نيمبورت لو كي فيهم لو كان تدخل في راسو على بالو بلي ماهوش راح يلحق للسلطه وماهوش يلحق للرئاسيات وماوش راح يلحق باش يحكم البلاد يعني ما شكيتش انايا جزائريين يشوفوا بلادنا يحكمها واحد كيما نكاز يعني شغل 40 مليون جزائري نكاز رئيس جمهوريه شغل هذه ما تدخلش في يعني شغل ما, ما كاش منها يعني يقول لك نكاز يمشي ويهدر والرئيس مشلول ورئيس مش رئيس يعني شغل انا هذيك هضره شغل الهضره ما, ما تقنعش الرئيس هذا اللي راهو دوكا انا جامي سنت وجامي انتخبت عليه وشنو التاريخ ديالو وتاريخ تاع نكاز ما مش متشابه يعني كي تقيم هذا وتقيم الاخر ما شوف, شوف الاخ أنا اخ صالح شوف نقول أنا... الاستراتيجيه نتاعهم كيفاش هي هو هذه المسألة هذه أنا تحدثت عليها يعني في وقت سابق هذه قضية نتاع لاكورسي صحيح هو أنه راهم دايرين الناس في الصف الأمامي يمشيو فيما بعد هذوك كاين الناس اللي عندهم موانع تسمى عنده شغل باريير عنده أوبستاكل ما يعقبش كيما مثلا النكاز هذا راه مدفوع راهو يلعب في دور وعلى بالهم باللي راه ما راهوش راح يفوت في المجلس الدستوري كاينين الناس يستعملوهم بشكل واحد اخر مثلا لو كنت تعاود ترجع للعهد الرابع على بالك شكون اللي كان في فيها عزيز بالعيد خلينا بصح وشكون اللي كانوا معولين عليه العهد الرابع كانوا معولين كانت باينه بلي بوتفليقو لا 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 كانت باينه هو ترشح شوف سمح لي سمح لي ترشح بوتفليقه حاب يقول باينه بلي هو اللي يديها يعني والشعب يعني, يعني شغل مفروغ منه انا شخصيا اسمح لي شيخ نور الدين عندي سؤال صغير يعني ليك انت شخصيا أربع أه... عودات لي أذكر فت بطاقه الانتخاب ديالك ورحت انتخبت انت انت مترشح ولا انا ما أه. انتخبش لا يعطيك الصحه أنا... الشعب الجزائري 99% من اللي نعرفهم انا واللي تعرفهم انت ما ينتخبوا ما يمنوش بهذا الانتخاب حب يقول هذا شغل مسرحيه أصبرني, أصبرني. اصبرني كنت راه رحنا... راه رحنا... راه رحنا... نتحدث في واحد القضيه مهمه جدا قلت لك انا على هذه القضيه نتاع العهده الرابعه درك كاينين الناس اللي هما دوك راهم في السلطة كاين في السلطة الناس اللي راهم في السلطة دوك الآن هما هما الجماعة نتاع بوتفليقة وكاينين الناس اللي هما راهم ضد السلطة مخلطين كاين الناس اللي هما دوك مثلا من الجماعة نتاع التوفيق هما راهم ضد السلطة الحاكمة راهم يلعبوا دوك في الدور نتاع المعارضة هادو اللي هما كانوا يلعبوا في الدور نتاع المعارضة في ألفين كانوا معولين على بن فليس هما في الاول قبل ما يعرضوا بن فليس واش كانوا يديروا كانوا يحركوا في بن بيتور بن بيتور كان يتحرك هاو دار مناظره في المكان الفلاني هاو دار مناظره في المكان الفلاني وجماعة راه تبع قال اه وقيل هذا هو المرشح نتاع السلطه وقيل هذا هو المرشح نتاع الجماعه وقيل وقيل من بعد خرج بن فليس في الـ في اسمه اخر لحظه يخرج من فليس واش داروا جمعيات مسانده والصحف ووسائل الاعلام وتقلبت الدنيا وفي الداخل وفي الخارج وفي الخارج وفي الخارج ومن بعد ما قدروش يفوتوا الان في بلادو في بلادو الدهل عزيز بلعيد برني مازلت ما كملتش ما كملتش اسمه هذا كعب العزيز بلعيد نتاعهم نفس الشيء ما درك الان راه معولين على شخص معولين عليه وكاينين ناس راهم درك هما كما كنا نقولوا في القضيه نتاع لا كورس راهم كاينين الناس اللي راهم في الخطوط الاماميه راهم يمشيو من اجل باش هما يموهوا المرشح نتاعهم الحقيقي درك ما دام راهم درك هما عولوا راه كاينه تصريحات وكاينه شهادات ما دام راهم عولوه مع بن فليس عليه في 2004 وعولوا عليه في 2014 لما لا ما يعولوش عليه في 2019 لما لا ما يمشي لهم كاينين فليس اصبر فليس ما يمشي كاينين ناس كاينين ناس راهم درك هما مجموعه ولكن هما راهم كلهم يخدموا هذا هذا الدوله العميقه كي لويزا حنون كي بن فليس كي هذا بالعيد عبد العزيز بالعيد كي هذا رباعين كي واسمو درك هذا غديري راهم في مجموعه هما دوك يراهنوا على مجموعه ماشي على واحد برك راهنوا على مجموعه من الناس هذا غني مهدي وهذا سبيسيفيك وهذا رشيد نكاز هذا غير ما تنتظرهم راه كاين هذا راه ك... را اسمه سبيسيفيك هذاك ما يلمش التوقيعات رشيد نكاز حتى ونقولوا مثلا يلموا التوقيعات والله ولكن ما راهوش رايح يفوت لانه كاين فيه آه اسمه حواجز وحده اخرى من بينها هو انه كانت عنده جنسيه الفرنسيه بالتالي ما راهوش رايح يفوت هذا غني مهدي نفس الشيء عنده جنسيه ما راهوش رايح يفوت ذرك هما من معولين على مجموعة من الأشخاص بن فليس رباعين وش اسمو الآخر ذاك هذا عبد العزيز بن العيد لويزا حنون هذا علي غديري وعقبوا منهم عبد الرزاق مقري هذاك عبد الرزاق مقري على جال باش هو يجبد الأصوات نتاع الإسلاميين فهمت ومن بعد باش باش ما يخليوش يعني انا انا ما الفكره هذه ما مش تفكرت واش تفز لي الفكره شوف هما دركا عندهم درك هذا عبد العزيز بن العيد هذا راه رايح هو يجبد طرف البنفليس فليس هما الاستراتيجيه نتاع الناس اللي راهم في السلطه هذو الجماعه اللي راهم هما كونتر السلطه يحوسوا يراهنوا على مجموعه من المرشحين باش الا كان طاح لهم واحد يلقى واحد اخر فهمتني والاخرين هما يخلوهم يفوتوا في المجلس الدستوري عندهم هما الجماعه نتاع فلان الجماعه نتاع الاراندي الجماعه نتاع عمار غول تسمى ناس مضمونين ومن بعد هما قال ها هو درك هذا الجماعه نتاع وش اسمه مقري اذا كان شافوه باللي فعلا راهو رايح ربما كشما ما يدير لهم آه بارتي كبيره يزيدوا يبعثوا له واحد اخر من الجماعه نتاع البناء هذوك ولا نتاع نتاع يعقبوه على جال باش يقسموا الاصوات هذيك ومن بعد هما يفرقوه من شويه على جلب باش يخرجوا يخرجوا الوسمو المرشح نتاعهم اللي هما راهم رايحين يعقبوه بوتفليقه ولا الخليفه نتاعو هما الان راهم دايرين من بين الناس اللي راهم حاطينهم في القائمه هذا اللي راهم دايرينه على راس جبهه التحرير هذا وش اسمه هذا معاذ بوشرب هذا هذا راهم حاطينه في القائمه حاطينه في القائمه قال واشي ثم تعوسوا على الشباب بعد دوك يخرج لك هو في اخر لحظه قال بوتفليقه ودي نظرا لظروف صحيه وتبدا الصحافه وتبدا القنوات الرسميه شوف والله اخويا سجل اسمه في التاريخ والله هكذا والله هكذا ويخرجوك مع بوشارب عليك ومن بعد واش واه اخويا ولي مالا واحد شاب اخويا لي لا؟ هذا الجماعه نتاع ترطاق راه تخطط منه المهم هما راهم اللي حد الان السلطة ومعارضة في زوج تاع النظام في زوج اكزاكتومون <applause> هادي يعني ما دوكا هما لو كان يتفهموا باش ز... انا ربق... لي الآن. يعني القراءة الشخصية ديالي السلطة اللي هي الرئاسة والمعارضة اللي هي توفيق والجيش اللي هو القايد صالح دوك اللي يجيب من عندهم يعني دوك يكون عندهم مرشح يتفقوا عليه تاني يعني القوات العليا اللي هي الدول الخارجيه يعني لي بويسونس مونديال باسكو ماشي غير حنا اللي نصبوا الرئيس وهذا متفق عليه حكينا فيها خطره انا وياك نعم يعني اللي يكون عندهم مرشح يمشي لهم ويقنعهم باللي راح يضمن لهم يعطي لهم ضمانات باللي كيما يقولوا المسائل تاعهم يعني الشركات واللي ديالهم وصالحهم هنا في الجزائر تمشي لهم راح يتفقوا عليه يعني الشعب والانتخابات من الاخر خذ راه فوق طعام ما نكذبوش على بعضنا ما هو الشعب هو راه متنازل على حقه فهمت يعني و... حنا انا نقولوا باللي السلطه عندهم عندهم مترشح عم واجد عندهم وراهم ينيغوسيو به ديجا واذا قبلوه لهم هم الاخرين ما كاش بلاصه والمعارضه عندها مترشح والمعارضه تاع التوفيق على حساب يعني شغل الاوضاع لي فاتوا هاد العوام لي فاتوا ما دام تنحى من المنصب ديالو وما كانش عنده سلطه حبي يقول ما راحش يدير حاجه كبيره يعني راح يفسد تنح هو كشخص صحيح هو انه تنح ولكن هذا راه عنده شبكه راه دوله تعرف شو هو الدوله داخل دوله ما ناش نلعبوا على بالنا بلي عنده قدرات عنده شبكه وعنده رجال راهم بارتو انس ولا هذه مفروغ منها هذو نتاع مواطنة وهذو الجماعة اللي راهم في الخارج فيهم الصحفيين وشنو أنا, في أنا 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 دا... أنا دا... نهدر على القراءة ديالي شيخ نور الدين يعني شغل الأناليز ديالي شخصي نعم. أنا راح نشوف هذاك الطرف راح يكون يكحس أكثر من اللي يلعب شغل يفسد اللعب أكثر من اللي يلعب نعم بارسكو ما عندوش يعني شغل اتصالات واسعة كيما الرئاسه راهي عندها سفارات في كامل البلدان وعندها يعني شغل عندها اتصالات يعني تقدر تضمن هذا الناس الفوائد ديالها يعني في العهده اللي جايه وكما يقولوا تعطي لها ضمانات باللي الشعب راح يسكت يعني نعطيك بوك يعني مثال الحاجه اللي صاريه في مصر رئيس اللي اللي كان كان يترشح معاه سجنهم كامل اللي يهضر يسجنوا ومازال يجوز في التلفزيون والدول الاوروبيه تساندو ومازالوا رئيس يعني شرعي البلاد وحاكم البلاد يعني باش يعني رانا الو... يعني نشبهولهم ما نقدروش نكونوا بعاد عليهم بزاف يعني شغل بس يعني شغل <applause> السلطه هذه راح تتمد من الفوق راح يتحط من جهه عليا بعيده على الرئاسه وبعيده على المعارضه بعيدة على الانتخابات على كلش يعني دوك نقدروش نقول فرنسا وحدها ولا امريكان ولا 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 لا تركي ولا ليبيد غولف اي أسمهم هما اللي ينصبوا الرئيس مي كاين يعني شغل فوائد مشتركه بيناتهم تخليهم هما يقتنعوا بواحد يضمن لهم كما يقولوا لي زانتيري ديالهم في السنوات القادمه وراح يحطوا رئيس والشعب راح يقتنع به يعني حاجه اللي معروفه بينا حنايا وعندنا سيكو الشعب يعني شغل يفرح باللي يجي يفرح به حنا نخرجوا نغنون نصفقو انتو تري فيفا الجيري ونورمال وديفيلي ومازالوا ليامات بيناتنا ان شاء الله ربي طول العمر ديزويت ولا 18 ولا 19 هذا فيفري ولا افريل راح تشوف ان فيستيفال والناس فرحانه والشعب فرحانه بهذا الرئيس اللي راح يجي كوسو سوا بوتفليقه ولا ولا ولا, ولا, ولا واحد اخر يعني احنا انا شخصيا اوتون شعبي يعني ماذا لو كان يجي يعني كما يقولوا مترشح يكون البرنامج ديالو يحاسب الناس اللي دارت الفساد ما حاسب لي حاسب حد لي حداد حاسب لي واسمه هذاك طحكوت حاسب لي فلان وحاسب لي فلان وحاسب لي فلان يعني بالجينيرال وبالاخر وبلاخر وبالاخر اللي دا حاجه تاع الشعب واللي دا حاجه تاع الدوله حاسبوا تما شوف كي ترجع لي حقين دير فيك ثقه اذا انت تجي تقول لي لا لا لهم وخلاص هكاك ما نقدرش ندير فيك ثقه انا انا نشوفها هكذا يعني الشعب راهو يحوس على واحد يجيب له حقه ولا هاد لل... كما يقولوا المسرحيه تاع الانتخابات وهذا مترشح تاع الدوله وهذا تاع المعارضه اللي ما تكزيستيش اصلا معارضه وهذا تاع التوفيق وهذا وهذا اش راه المعارضه المعارضه كانوا زوج حزاب اللي كانوا يمثلوا المعارضه كان تلفيس ولا ففاس فهمت كسروهم عن درك هذو الاحزاب هذو نتو اداره نتو تسمى ما... ما مش قادرين كيما نقولوا يتحملوا المسؤوليه تاعهم كاينين الناس اللي راهم يلعبوا في رول تاع معارضه ولكن هما في حقيقه الامر جمعت الديارات تسمى راهم درك هما كاين الناس اللي راهم درك في الخارج ولا ذيك والله, والله راهم مدعومين هكذا في قنوات فضائيه وفي فضاءات وكذا يلعبوا في رول يلعبوا في رول تاع معارضه ولكن هما في حقيقه الامر جماعه الدياراس فهمت ما هم لا معارضه ولا محزنون يقول حبي يقول ما دامهم يلعبوا في رول يحب يقول هي الحكايه راهي في مسرحيه هما المعارضه فهمت كما نقولوا الضحيه اللي هو الشعب والشعب هذا قالوا في وقت من الاوقات درك شافوا باللي هذا الخطاب هذا بدا يمشي هذا نتاع مشروع المجتمع والتغيير الجذري والتغيير الحقيقي حتى هما راهم صاروا يتحدثوا فيها تروح انت في اليسار راهو فيها غديري راهو يهضر فيها سفيان جلال فيها جماعة في وقت من الاوقات كان هو جماعة دونتو الانتخابات راح ودوهم العين مقل ودوهم الرقان وود الناموس هو راح طلع لك في هذاك المجلس هذاك اللي داروه وضاك يحكيو على اللجنه تاع مراقبه الانتخابات والشفافيه وما يشعوا اسمو هذا ابن فليس نفس الشيء كان رئيس حكومه في وقت من الاوقات وكان رئيس الوسمو الديوان تاع بوتفليقه انا واحد من الناس منعونا من النشاط السياسي كانوا مانعين حتى التجمعات وذكر هو شيء قال لك طالع الحريات سي محمد طالع الحريات انا راني يعني عندي 18 سنه ماشي البلاد وراهم درك هما حتى هذا الفيسبوك وفي اليوتيوب في وقت من الاوقات كانوا الناس يجيو ويتبعوا ويشوفوا كذا غزدوا غمونا فهمت غمونا درك راهم شراو الفيسبوك شراوه راهم عندهم صفحات ذك بالملايين اليوتيوب نفس الشيء القنوات الفضائيه كلش عندهم وحنا قاعدين نستناو في ربي كش يفرج علينا <applause> يعني حتى يعني هذا كيما كما يقولوا ثاني الضعف تاع الشخصيه تاع الشاب باسكو الشاب ثاني راهو يتبع في امور فارغه يعني دوكا اذا كان مهزله كيما هادو لا يديروها لهم القنوات هادو, هادو الخاصه تاع المترشحين هادو واحد بالبابيون واحد شغل الناس كامل تبرونشي مع حوايج تافهه وينساو الصح يعني كي, إيه كي يكون عندك انت, انت يستعملوا في سياسه تاع الالهاء هذه سياسة. اكزاكتومون بالضبط بصح كي يكون عندك شعب مثقف وكما يقولوا ما, ما تقدرش تلعبها لو فاسيلمون ما تقدرش تجوزها عليه هاد الامور علاش ما <applause> في الدول المتطوره باسكو الشعب ديالو واعي ربي يكون في ان باش الله تكون بروفيسور في الشيمي باش يشغل ما يقدروش يلعبوها لك تقدر تكون ان سامبل سيتوان بصح عندك كولتير في راسك لي مي شغل تقدر دير لو شوا بين المليح واللي ماشي مليح نعم شكرا للاخ صالح حرام كاين اخوان اخرين بارك الله فيك شيخ نور الدين السلام عليكم وعليكم السلام شكرا للاخ صالح شوف ترى الاخ هذا ياسر ياسر عندك مشكله في الخط تاعك شوف البارامتر توع الهاتف تاعك أه شوفوا ترى الاخ شرف هذا ترك نجي الاخ مراد والجماعه الاخرين شوفوا ترى الاخ شرف السلام عليكم اهلا وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك واش راك فيها استاذ شغله بس الحمد لله وشركتها يعني. الو اخ شرف شوف ترى الاخ امين المهم الاخوه معذره الناس اللي ضعف في الخط متاعهم ما يقدروش يتكلموا خاصه الاخوه اللي موجودين في الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام اخ امين سهل سمحوا لي خوتي جيت جيت مع الاخر متعطل وجيت طلعني 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 عندي لساني بزاف على هذيك بغيت نانترفيوني جزائري مرحبا بك عايش في الخارج عندي نظرة على البلاد نتبع شوية زعما السياسة تاع البلاد كومون باس ونقارن بك عايش ربي يحفظك ونقارن شوية هكاك مع الناس واعية ومثقفة و... ونهزوا ونمدوا وهكا كما نقولوها المجتمع يتوعى إن شاء الله فيها خير وين راك الاخرين امين وين؟ وجهه نظري مع الشيء اللي قاعد نشوف فيه التاخير الاخرى هذه ومع الناس هكا اللي قاعدين نحكي معاهم في وكذا من هيتو الناس كان راهي تحكي على الجنرال هذا علي غديري الجنرال المتقاعد الجنرال هذا <applause> راه خدم كاع طريقه خدم خدمها ودارها وصاي راه مفاليدي بارتو مام هنايا لي سيرفيس تاعهم هنايا راهم يحكوا عليه يمدوا فيه بوني تاع النوم لي ميها باش عنده البوفوار وريتامو زدنا شفنا لا سيربريز تاع لو بومي كونديدا اللي لم لي سينياتير في بيريود كرونيك ولا في مومون صغير كاع واحد ما نجم وهذوك اللي بتي كلون هذوك تاع البابيون تاع الشكيل هذوك داير ما في فيسبوك راك تشوف لي فوت تاعهم على جوش دروات تشوف واحد يبان واحد يبان يتبهدل واحد يبان ان بو ديبريسيف مي هما اون جينيرال هادي باه نحيو لا كريديبيليتي نحيو لا كريديبيليتي تاع لي كونديدا ويفوت كيما نقولوها لي زكاو ديجا ماشي هما لي زكاو هما حتى كلمة كاع سي دي فونكسيونيل بور مود سي زعما كاع خدامين عندهم كيما نقولوها ما كانش والشعب هذه حكاية الشعب تاع الفوت تاع الشعب هذه هدي... هذه بور مود غير سينما ما كان نيفوت ما كان حتى حاجة كي يخرج كاش واحد سي بوزون دارو فوت كلير دارو فوت اخ امين تو يخرج كاش واحد يقول لك تون... ام اخ خو... ام الاخ امين انا عايش في فرنسا عايش الشعر اصبر مش عندي بزاف برني بحكم و... و... انه رانا نحكيو على القضيه هذه نتاع وسمو نتاع الانتخابات الرئاسيه وتاع المهاجرين آه في فرنسا انت كيفاش إيه. راك تشوف في هذه الانتخابات بشكل عام ومادام حكيت لنا نتاع على غديري هذا واش راهم يحكيو لي اللي راك انت تلتقي بهم في هذا الاطار هذا تفضل الاخ امين الغديري الغديري سي 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 سي, سي انا بور موا بور موا ومانيش عارف ما عندي احبابي هكاك اللي ما يتفهموش معايا في البوان في هادي من نحكي البوان في تاعي انا بور مو سي لا سويت كوا سي سي لونشينيمون تاع الحوايج اللي قدام كوا ما كانش حاجه كبيره ما نستناوش حاجه كيما نقولوها كبيره باسكو كيما نقولوها كاين اجوندا كاين دي بوان هكاك كيما نقولوها يلزم يفوت عليهم يلزم يرياليزيهم النظره لي النظره تاعي الشخصيه ما نقدرش نهضر على الزيميغرو الاخرين باش كل واحد الوطنيه تاعو كل واحد واموره وعقليته من نظره شخصيه تاعي انا بارابول الانتخابات سي كيما دروك كيما نقولوها عندنا رمضان راه جاي ولا العيد الكبير ولا العيد الصغير كان النيفينمون راح نفوتوه وخلصت راح يديروا فيه مانيش عارف تي 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 تاعهم وتفاصون كيما نقولوها ريزولتا دي ديبار اي باينا ومفروزه وكل شيء صافي دير الشعب يهبط يفوتي ما يفوتيش سي باراي كوا خلصت خادمين طريقهم هذه هي واش حبيت نهضر نو بين بين هذه سيكلار ديجا كيما نقولوا نزيد نعطيك واحد لي زارتيكل قريتهم بارابول القديري وكذا بنيتو نيتو باه يديروا لي تاعو تاع زعما نون فور لي مدي ني كيما نقولوها انا بور تبالي بلي لي جاي هذا ماشي بارابور كيما نقولوها للشعب كيما راه كيما نقولوها بوكو بليس الفايده تاع المنطقه كيما نقولوها على ليبيا على على مالي مانيش عارف على الخلاط على الحرقه على بزاف حوايج يلزمهم عبد بنادم هكا اللي كومونيكيو معاه كيما نقولوها كي نقولوا لوروب باسكو هادو اللي فيه جونا خدمين لي زاميريكان ولا لي زوتر بويسونس كي نحكيو على لي زوروبيان بوكو بليس بارابور البروبليم تاع الحرقه بارابور لا ليبي بارابور لي فرونتيير ويخرج عليهم واحد كيما نقولوها تاع عسكر ديجا نكس مانيش عارف القرا تاع واش كان جينيرال وحاجه كيما هكا ليسونسيال تما الفوت هذا خويا واش راح نقول خويا الفوت هذا كيما نقولوها ينضات ان راح نفوتوا عليه هاك بالمليحه ولا بالقبيحه و واحد هو البروشين بريزيدون و جو بونس جو بونس كيما نقولوها غير رانا نعيو في رواحنا في فلان وفي علان ونتبع في هذاك واش يهضر وهذاك هذاك ما يهضرش هو كلش مفروز فوالا كيف و... راه مفروز كيف راه تشوف لي زيد هنا هنايا مفروز مفروز كي العاده حنا الجزائر ما من نسناش منها حاجه كبيره فاهم من 62 كيما واش واش راه نتايا على حسب الراي نتاعك نتايا ترى راهم رايحين هما يكملوا في هذا السيناريو اللي راهم دايرينو السيناريو الاول هذا نتاع الاستمرار تاع العوده هذه في بوتفليقه والا راهم رايحين وما يطلعوا واحد اخر فهمت يطلعوا واحد اخر انا واش قاعد نقول لك يخرج الخديري راح يتنحى بوتفليقه بوتفليقه راح يديروا له مانيش عارف انا كاش حكايه تاع تاع كبا تاع كذا من وتعب... تاع تاع يمدوا شويه مصداقيه فاهم باسكو ما بقاش مصداقيه دروك راحت المصداقيه راحت الهيبه راح كلش ولات ما فيها عيني عينك ما فيها هذه عندها لا بريسيون دروك حتى لافريل لافريل الجاي هذا يلزمها تفوت فيلم جديد لازمها تجيب مصداقيه جديده باسكو كيما نقولوها ساي صاي الحكايه تاع بكري هذوك تفهم دار الجامع الاعظم دار غرب شرق غرب بصح خويا يطلع فساد يطلع طلع النيفو تاع الحرقه ولا حاجه كبيره الحوايج تاع المجتمع لا سوسيتي الشعب ولا ماهوش حامل بعضه الشعب ولا حامل بعضه وقتاش راهم رايحين يدشنوا الجامع هذاك وقتاش رايحين وراس خويا العزيز ما عندي حتى في ايه آه يد شنو بالك في الموت تعبد في الله الله يعني نهار كي ديكلاريوها اوفيسيال ولا حاجه كيما راه ما ممكن بالك تسمى يعني انه منو الانتخابات يعني انه نتاع والله يبدا التدشين نتاعو يروح يبدا به الحمله الانتخابيه والله يا, يا اخي اش نقول لك بلادنا بلادنا شوف نقول لك حاجه بوكو بليس لونسيان بوفوار لونسيان ريجيم هذا كنت تبعه والله هذيك سي كيما مسلسل مانيش عارف مسلسل قلبه ميت هكا فاهم ما عنده حتى حاجه تسمى راح تضيع وقتك بوريان اخ عبد الخالق ما قريتش السؤال تاعك ما ما قراوش قاعدين يكتبوا لا اخ عبد الخالق ما قريتش السؤال تاعك عاود اكتب لي السؤال تاعك ما قريتوش علي نو كي كنقول لك علي غديري علي غديري زعما البيرسوناج اللي اكزيستي زعما اللي حاطينو سيرسان كوا اللي قال مانيش عارف انا التورناج يباوي سي لا سويت تاع لونسيان تاع الشي اللي فات توجور ريجيم سيميليتار وتوجور ريجيم كيما نقولوها تابع للسيرفيس ل... 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 تاع الرونسينمون وكل شيء وكذا، ما كانش هادي تاع دولة مدنية جوبونس با، كل الجزائر راهي دولة مدنية، لي زانستيتيسيون في البلاد ماهوش مستقلين، كان يمشيو ب... مانيش عارف، بالتليفون كو م. كون جات كاينة استقلالية وجات كاينة كيما نقولوها حرية، ب... تفاصون المشكل هذا ما جاش من با... بان صريحين بلا نفاق. المشكل هذا تاع كيما نقولوها تاع السلطه تاع كذا من نيتو السلطه السلطه بهت جبرت وبه غات وبه 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 لقيت شعب اللي صفق لها لقيت بارتي اللي قاعده تدعم فيها لقيت اون بارتي اللي خارج عليها الريجيم هذا تسمى كون جات كيما نقولوها الشعب كامل كيما نقولوها قانع وواعي وعلى بال واش قاعد يدير واش قاعد يصير قدامه كون السلطه هذه كيما نقولوها راح تحشم ما تقدرش توصل وين راهي وصلت الشعب ولا ما اكزيستيش ضروري كيما نقولوها ولي امر السلطه هذه تاع عيني عينك يعني ما تسمعش للشعب راهي توصل للشعب تقول له كاينه هذه 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 خلصت م. وكون <applause> حبيت يتفلسف والله هذيك والله يدير شويه تاع بلبله والله هذيك يخرج له حوايج ما عندهم حتى معنى ليسونسيال كيما نقولوا هادو سي ديزارغيمون بارابول الهضره اللي هدرتها خلصت ليسونسيال دي ديال ديبار هضرتي اللي تمشي وما دروك هضرتي اللي تمشي هذه هي والله ما نكذبش عليك انا البلاد عندك بزاف ما روحش الاخر امين ما عندي بزاف مي مش حاجه كبيره ما اثرت لي زعما ما درت في حتى ثقافه باسكو عندك عوام 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 نحب نخلي شويه كيما نقولوها نخليها شويه اور حوار قول بارك قول بارك معليش فاهم. لا ماشي حاجه كبيره ماشي حاجه كبيره انا كان 2015 كنت في البلاد 2015 مي 2015 سمعوا مازال الزف تاع الطياره مازال في راسك 2015 2011 كيفاش <applause> كيفاش تشوف كيفاش تشوف انا, أنا... كيفاش أنا... تشوف انت المسألة تاع المطار من... المطار من... الموانئ أنا... كي تروح من من 2009 كما نقولوها خرجت من العقليه تاع البلاد والله الثقافه تاع البلاد وحاجه كيما هكذاك بصح بقيت مطاشي كما نقولوها مع مع احبابي مع ناسي نتبع بلادي نتبع حوايج بزاف راك فاهمني مانيش كيما نقولوها ما, ما, تحكمش عليا تسمى ما تعرفنيش ما تقدرش تحكم عليا كفاه نشوف المطارات كيفاه نشوف في الموانئ نقدر نقول لك نشوفهم كما اي مؤسسه الحاجه الاولى اللي نرماركيها المهنيه اللي ناقصه ما كانش ليسبري بروفيسيونال كون يعاود ليسبري بروفيسيونال حنا نتربى والدوله تتربى وتو تتربى يتربى ليسبري بروفيسيونال كي نحيو هذيك اللقطه تاع خويا ولد عمي وكذا ومنا وكذا ونوليو نحكيو بالقانون الشعب يحترم القانون واللي يخدم في خدمته يحترم القانون والقانون يمشي والي والي من ما بيناتنا نوليو هانيين نوليو على الكيف نولي حاجه ما خاصتنا باسكو فوالا هذه هذو البروبليم تاعنا نعم شكرا شكرا للاخ امين المرة الإخوة ربي يحفظك ربي و... آه يبارك يوار. فيك يعطيكم الصحة خويا شكرا و... و... مرحبا بك في كل وقت الخير و... ونتمنى وغير الخير للبلاد ان شاء الله الله ربي يخليك ربي يعيشك شكرا للاخ امين الاخ الخالق قلت لي ما توجيهكم لبعض الغاضبين والمحتجين شوف نقول لك الاخ عبد الخالق كاينين محتجين الاخوة اللي راكم أم تنتظروا اصبروني درك نعطيكم الكلمة كاين بعض المحتجين اللي راهم درك هما عندهم مطالب نتاعهم مش بيع اللي جلبه شو ما يحصلوا عليها سواء تعلق الامر بالعمل او بالسكن او بالترقيه او بالحقوق الى غير ذلك عندهم مطالب مشروعه او ما ولكن في المقابل كاين ناس رانا قلناها شحال من مره كاين ناس راح تتربص فهمت مثل واحد دوك يحرش بين زوج وكاين ناس راه دور راه مني قاعدة تستنى هما يشوفوا لما واحد يطيح يجيو يركبوا عليهم في زوج فهمت هذه المساله دركا مثلا في القضيه هذه مثلا تاع هذو المشطوبين ولا هذو المعطوبين ولا هذ المطرودين من من الجيش ولا الناس اللي راهم خرجوا من التقاعد لانهما فئات مختلفه وكاين ناس حتى والله العظيم ما يعرفش حتى المصطلحات هو راه مشطوب وهو يقول لك يقول لك متقاعد وتقع هذا راهو الانسان اللي خلص هو السيرفيس تاعو راهو قال مثلا عنده 25 سنه والله كمل كمل السيرفيس تاعو وخرج التقاعد هذاك يقول روحو مقاعد واحد خرجوه واحد من طرف كي شهاده مدرسيه واحد كذا واحد معطوب معطوب قال مثلا صارت له اكسيدون ما على باليش انه قنبله او اكسيدون عاديه ولا ضربوا واحد صاحبه ولا كذا خرجوه هذا لا يسمى متقاعد هذا لكن كاين الناس اللي راهم درك هما يطالبوا بحقوق وكاين ناس اللي عندهم الحق على جال باش هما يديو الحقوق ولكن فيه ناس اللي راها درك هي تخلط فيه ناس اللي راها هي توجه فيه ناس اللي راها هي تنتظر في الفرصه انت درك قال مثلا جماعه راه موجودين في عده ولايات وجماعه راه تحرك تحرك مثلا القضيه هذه تاع واسمو هذا التعادل الملاح هذا لما تشوف انت هذا مقارنة ايت العربي هذا مع غديري وتشوف باللي هذا عاد الملاح في وقت من الاوقات كانوا يقول هكذا باللي راهو قالوا لي روح اهدر على على وش اسمه آآ آآ طرطاق وروح نجيبوه دركا وتشوف في نفس الفرقه هذوك اللي راهم موجودين مع هشام عبود وتشوف الترابط هذا اللي راه موجود هذا واش تفهم واش تفهم يعني هكذا برك صدفه الناس راه تتحرك ولذلك الانسان يا خويا انا عندي حق نتاعي ما تجيش تركب على ظهري عندي حق نتاعي نديه إذا, اذا كان ما اذا كان قال سكت انا في الوقت الحالي هذا ليس سمعناه باللي راني انا متنازل على الحق نتاعي حتى حتى بعض الناس اللي هم فيقين مثلا تشوف مثلا في القضيه هذيك تاع عياش الناس اللي هما راهم موجوعين وراهم يحسوا بالحقره ويحسوا بالاهانه ويحسوا بسمو بصح بس يقول لك اخويا انا يا عندي هذا الاشكال هذا خليه لي عندي ما تجيش انا تلعب لي به ما انت تستعمل لي انا قضيه آه مانيش عارف أن انت اهمال ولا تقلبها انت قضيه سياسيه فهمت كاين ناس اللي هي راه عندها مطالب ومطالب نتاعها مشروعه ولكن في المقابل كاين ناس اللي راها هي تخطط من اجل الاستيلاء على السلطه او من اجل البقاء فيها فهمت كاين زوج كاين الناس اللي راهم يخططوا من اجل الاستيلاء على السلطه سواء تم ذلك عن طريق الاحتجاجات او عن طريق خلق اشياء اللي هي تمهد لاستدراج الجيش لما انت ما تخرج مثلا الناس تحتج فهمت ومن بعد تصير تصير فيه مواجهه لما تشوف انت دوك مع ما راهم يهضروا قال انتو عدرك هما اللي راهم يضربوا فينا سمعتوها تاع الدرك هما اللي راهم يضربوا فينا قال درك هذا عدلان ملاح شكون اللي وسمك تعود الدرك فهمت تعود درك راهم قالوا لي وراهم قالوا لي كذا وقول اهضر على الطرطاك ومن بعد واش الترابط هذا بين تاع دوك توع الدرك يضربوا فيهم ونتاع هذا نتاع الدرك راهم قالولو له قالوا له 2014 كان مع بوتفليقه وتشوفوا في الايام القادمه تشوفوهم راهم يخرجوا دوك كاينين اللي راهم يخرجوا يخرجوا طاي طاي كاين مجموعه اللي هما دركا من الاستئصاليين انا لا يعني ما نديرش الناس كلها يعني كما نقولوا في كيس واحد كاينين الناس اللي هما لا اشك في الوطنيه نتاعهم ولا اشك في النضال نتاعهم ولا اشك انا في المطالب نتاعهم ولكن في المقابل فيه ناس استئصاليين لم يرتووا بالدم الجزائري شربوا الدم الجزائري حد الثمالة ومازال مازال حابين يزيدوا فتنة واحدة أخرى في البلاد لذلك لازمكم تحذروا سلطة ومعارضة كين الناس راهم يخطوا من أجل البقاء في السلطة ولو أحرقت الجزائر وكين الناس في المقابل يحوسوا يوصلوا للسلطة ولو أحرقت الجزائر لذلك الناس لازم تخاف لازم تحذر <applause> <applause> شوفوا ترى الاخ مراد بالك المره هذه تطلع اخ مراد مرحبا السلام هذا <applause> خويا نور الدين واش راك لا باس الحمد لله ربي فيه الحمد لله واش نقول لك اخويا نور الدين سوجي مهم جاير في غلايان با ماشي في الجاير ماشي الزهر السيستام السيستام هو في غلايان المهم رشام بدا حميدة بدا حميده يعني المعارضه هم لا ميليتار هما المخابرات المخابرات شكون هو الجروب تيزيوز مع جروب تيزيوس زيوس شكون جروب تيزيوس الجنرالات هو آآ توفيق جنرال تواتي جوادي وطرطاق وجماد، وعندهم سياسيين معاهم السياسيين هم الارسيدي الارسيدي والباكس و... و... المهم اللائكيين اللي يمارسوا اللائكيه بمفهومها الضيق ما. ما. آه، سمعت شاب اللي اوت شاب ما عندوش ما عندوش الكونديدا المهم اللي راهم في دوكا في السوق السياسي هو من الحكم من السيستم سمعت دوكا نهضرو على غديري غديري هاو هو بيبليسيتي باللي هو عالم استاذ دكتورة في في علوم سياسيه هكذا دكتور في علوم سياسيه راك عايش في فرنسا دكاتره في دكاتره سواء في السياسه ولا في السوسيولوجيا والمهم في الفيزياء عندهم يديروا في عندهم يديروا في كل واحد بالاختصاص تاعو لي تاعو كل شهر يكتب مقاله مقاله في الاختصاص تاعو هكذا اولا كي يدير يكتب كتاب واش كتب غديري هذا كاسكي لا برودوي واش واش دار ريان <applause> تقصد الاسم المذكره نتاعو ولا اي ما من المذكره يعطينا نقراو مام الم... ما ما اه انت وكيل المورد ما على بالكش انت بالمذكره تاعو هي ما على باليش لا معنى المهم الكتب المذكره نتاعو واش هي شط بالعسكريين فوالا شط بالعسكريين هذه واحد المهم خرج الاعلام شط بالعسكريين غير الموالين ل... للسلطه الحاكمه ها هو خرج الاعلام دار, دار دار دي دي كونفيرنس دي كونفيرونس مع الجورناليست شفنا النيفو تاعو شفنا النيفو وين وصل المهم واش نقول لك الحكم هذا الحكم هذا الحكم هذا شيطان شيطان انا والله يقول لك حاجه يقول لي شهد يقول لا اله الا محمد رسول الله والله ما نشهدها نقول لك صراحه انا الحكم هذا ما عنديش ما عنديش كونفيونس فيهم دونك يجي دوكا انت يجي واحد كيما عيط اه انا قبيلي انا قبيلي من جايه انا سمعت مانيش دوكا كاين بزاف يقول لك هذا عربي ضد القبايل انا قبيلي نحب نهضر بالقبيليه بالقبايل انا أه نهضر العربي كان في الار سي هو اللي خلق الار سي يعني دي 1989 هو اللي خلق الار سي دي هو وسعيد سعدي وبعد وبعد ما تفهمش مع سعيد سعدي ماشي على جال الاخلاق سياسية ولا على جل المبادئ أو شو على جل المصالح على المصالح الضيقة وبعد هو مشى مع زروال زروال دا اللي ده جابو سيناتور من التيار بريزيدونسيال راح للسينا مع زروال هكذا دوكا وراه هو الديريكتور دو كومبان ومدير مدير المدير, المدير حملة انتخابية الحملة الانتخابية للدكتور غديري هو وحميد العياشي حميد العياشي هو اللي حاكم الاعلام حميدة أه العياشي حميد اه تقصد الصحفي المستقل هو. أه. اه صحفي المستقل بين قوسين <applause> سمعت مستقل بين قوسين شوف شوف ما جاب دوكا لا جابوه غديري يقدر حال بوتفليقه هو الاول والثانية هو غديري هذه تكهنات تاعي هذه سي ديزاناليس تاعي ماهوش قران سمعت حسب لا جابو غديري جابو ما يمشي ديليش. ما يمشي شوف نقول لك لو كان يديروا الانتخابات ها. لو كان آه. يديروا الانتخابات يخرج بوتفليقه يعني كون يديروا بوتفليقه يخرج بوتفليقه والدوزيام يخرج مقري راني يعني قلت لك وسجلها عندك اه هذا آه شوف معليش انا نحترم نحترمك آه مقري ما يخرج مقري كما العروسه بس كيما العروسة ما قال ما يخرجش دونك جابو خديري جابو ديريك باسكو يقدر حل يديها بوتفليقة بوتفليقة بوتفليق ما عندوش بزاف باش كي يقدر حاجة يموت شهر وشهرين ما, ما يقدرش يخلص العهدة يقدر ما يخلصش العهدة باش النظام ما يوليش في الحرج في المشكل دونك جاب خديري هذا خديري لي دو باش تلحق انت جينيرال باش تلحق جينيرال يا اخي لازمك ماشي ماشي نيمبورت كي او باش تلحق كوموندو كوموندو في لابوليس كوموندو في لابوليس لازم تكون تكون في في الجماعه تاع دي ولا ما على باليش يعرفوك مليح الو الو جينيرال في الجيش وكلشي وين كان في التسعينات واش دار في التسعينات واش دار في 89 88 89 الغديري هذا نحسب انا في عمري 50 سنه انا ما لعبوليش ما نجيش لا نوفال جينيراسيون في عمره 26 سنه 24 سنه يلعب لهم على لافي رساله ما عنده انا نعرف التاريخ نعرف التاريخ ذاك النهار قلت لك قلت لك ذاك النهار كاين ثلاث احزاب في الجزائر كاين ثلاث عائلات يا ثرو فامي بوليتيك اول مره انتخب الشعب الجزائري هو في 91 قلت انا انتخبت انا شاركت في انتخابات مع الافافاس كراسينا دوزيا دينا 25 مقعد الفيس هو الاول مم. الثالث هو الافلان افلان تاع مهري و بهريكا عنده عنده ليكيب تاعو عنده ليكيب تاعو هو حمروش هو, الأفلن. الأفلن. هو حمروش دوكا هو الافلال تاع الحماري هو حمروش حمروش وهذا حابين حابين يديروا 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 سياسه بلا الفيس انا مانيش مع الفيس بصح لازم الفيس يكون في الطاوله فوق الطاوله نتحاوروا مع سمعت لا خويا لا حبستوا الانتخابات لا قتلتوا 250 الف هذو لا قتلتهم وراهم الملايير وراهم 25000 ولا ما على باليش شحال المفقودين سمعت نروحوا الانتخابات برك هكذا هو شوف كاين عهده واحده في الجزائر من 1962 الى يومنا هذا هما بدلوا الاشخاص برك سمعت بدلوا الاشخاص هي كاينه عهده واحده انا أقولك صراحه انا نخمم كيفاش نورغانيزي الشعب هذا او بالصباح يسبوا في الشعب شفته الشعب هذا ماهوش فاهم سمعت الشعب تاعنا واعي سي فري مثقف كما 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 السويد, السويد لي سمعت في فرنسا في فرنسا أميين بارابور للدول المتقدمه تاع الصح شوف واش مسكين هذا واش له ومن الشعب انا ما سب الشعب انا سب الشعب لا لا مش الشعب تفهم باللي الشعب ليس بريء شعب, شعب لي انه انت هذا الناس هذو باش طغاو باش طغاو الشعب هذا منين الشعب هو انا وانت والاخر 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 الشعب هذا راهو مشارك لماذا انت مثلا انت يروحوا يتبعوا في تفاهات تروحوا كاين مثلا تلقى واحد تسجيل فيه زوج دقائق ولا ثلاث دقائق تلقى فيه الالاف نتاع المشاركات والالاف نتاع الاعجابات وتلقى فيه تفاعل منقطع النظير بينما تروح تلقى موضوع اللي هم الأمة ويهم الأجيال تلقى ناس ما على بالهاش أصلا هذا وشكون هذا هذا المواطن شعب شبنين المواطن راه هو مشارك في هذه المهزلة راه مشارك في هذه الرداءة كيفاش انت من جهة تريد انه يكون هناك تغيير وانت روحك ماكش مغيرها منين يجيك التغيير هذا يجيك من السماء ولا ما يجيش آه كيفاش انت طايح بحاجة. في البياج نتاعهم شوف انا مرات تلقى دوك مثلا بعض الناس هكذا يهدر لك يهدر لك يقول لك واش او هذا الغديري هذا راهو عنده دكتوره وراهو انسان فيلسوف والقايد صالح هذاك ما عندوش ما عندوش واش شهاده ابتدائيه ومعارض انكوره ياك معاه اسم محمد راك معاه راك في الكلون تاع ابو التوفيق راك معاه ولعبها معارض عرف راك معاه كيفاش الناس راه تخطط للبقاء في السلطه وناس تخطط للوصول للسلطه ولكن هما في زوج راهم يلعبوا في الرول رول تاع معارض ورول تاع تاع سلطه علاش نمشي معاك انا ما نمشيش معاك ما عندكش معلومات علاش تكذب علاش تبيع في الاوهام للناس تروح انت تنخرط مع واحد راهم دايرين عليه حي حي كيما يقولوا من خلال المحامين ومن خلال منظمة حقوق الانسان هو الهدف نتاعهم هو تجيش الشارع على جل باش هما يمهدوا الارضيه باش يدخل الجيش وانت تروح معاهم وماكش قادر انت فيما بعد انت توصل وهما راهم عندهم ناس داخل السلطه عندهم ناس داخل الجيش عندهم ناس داخل المخابرات وانت واش عندك عندك باج في الفيسبوك او والله عندك باج في اليوتيوب غدوة كيفاش راح تجسد انت هذه كل وسم نتاعك معاهم ماكش قادر دير والو عليك تبيع في الاوهام لماذا حبسوا حبسوا يا صاحبي ناس راه تخطط في دير في مخططات كذا يبعثوا في ناس يحطوهم في الواجهه ولكن هما راه مثل هذاك الانسان اللي يلعب في الـ كانت واحد اللعبه حنا نلعبوها في العراس فهمت نجيو هكذا كي نديرو هكذا نقصروا هكذا نحكيو مع بعض ندير واحد اللعبه نديروا خاتم خاتم هكذا ويديروا كيما نقولوا اندوزان هكذا نتاع فناجل تاع قهوه ولا تاع تاي والله ويهمك يهمك باللي ب... الخاتم راهو في المكان هذيك وهو ورعوا... راهو في مكان واحد اخر نفس الشيء هاد الجماعه هادو كيفاش راهم يخدموا هادو الجماعه نتاع المخابرات هاد الجماعه هادو نتاع الدوله العميقه هادو كيفاش راهم يخدموا يخدموا هكذا هو يبروبوزي ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه اللي انت تخرج منهم تطيح فيه طيح فيه بلي راه واحد من تاعهم ولكن باش يخرج لك واحد مرشح من الشعب اللي هو يخدم المصالح نتاع الشعب لو كان الشعب هو ما يتحركش هو اللي يفرض المرشح نتاعو لو كان دوك الناس اللي راهم يحوسوا على التغيير في البلاد وراهم هذ الناس اللي راهم يحوسوا على باش يكون مشروع في المجتمع لماذا لا تتحرك الناس على مستوى الولايات قال اودي ها هو مثلا مرشح قال اودي انت راك خدام الشعب تروح ليه مجموعات من ولايات مختلفة تروح دير تجمع قدام دار تاعو وراء المشكل ها يا سيدي قال ذوك شخص معين دون ذكر الاسماء تروح تتلم الناس من ولايات محدده راك متروح تدير وتحوسوا على البلاد يلا روح قالوا ودي رانا نطالبك باش تخرج حابين نهضر معاك ها يا سيدي تخرج لينا نهضر معاك وقال راه هذوك الان وسائل الاعلام اللي راه موجوده هاي الفيسبوك هاي اليوتيوب ودير لايف قال مطالبين باش نهضر معاك غدوة رانا رايحين للدار الفلانية تاع اكس ولا ايكريك من الناس انت مطالب على جل باش انت تخرج تخرج من من العش نتاعك هذا ارواح صاحبي اخرج ونمشيو معاك تحرك تحرك اخرج نمشيو معاك هذوك المواطن هذا ما يقدرش تشوف انت هذوك راهم كاينين الناس اللي ربما درك راهم درك مثلا تشوف ما على باليش انا مراه ولا راجل ولا ذيك تشوف انت يا فمو ريب وعينه عوره وكراعو ما على باليش انا مقطوع وكذا ومرات تقرا انت قراءات ربما هذا المواطن هذا اللي راهو خرج درك هو يطالب بالترشح ربما هو راهو يقول لك بلي البلاد خلات خلات راني انا خرجت بالك لعل الله الشعب هذا يتحرك فهمت مش راهو قال درك هو راهو كاين اللي راهو ربما صح راهو يدير في السيرك وربما راهم قال مثلا راهم مسلكين وراهم مكلف بمهمه ولكن كاين الناس اللي راهم من القناعه تاعهم راهو خارج هو يحوس على جال الشعب هذا يتحرك كيفاش انت هذا ماكش راح ترشح الانتخابات الرئاسيه والرئيس منين يجيك منين كيما ترشحش انت منين يجيك الرئيس انت راك ما دارك وما تخرجش انت ما تحتجش عندنا فرصه عندنا عندنا فرصه عندنا فرصه ما تدير ربي بسياسيين بسياسي خاصه رجال كي اللي داروا الثوره الاغلبيه التاريخ كان بهم باللي جبناء هما ماهوش ماهوش رجال دوله ماهوش رجال دوله في 1991 كنت شاب انا زيد في 69 كنت شاب كنا عندنا الاغلبيه الاغلبيه تروا فرونش قلت لك وعندنا نص في الدولة معنا عندنا الشاذلي وعندنا حمروش في الوقت هذاك بريمينيست في الدولة لو كان يعني تحدث ثلاثة هذو مع الشعب تاعهم ما يقدروش يديروا كو كيب ليكيب تاع فرنسا الجينيرال تاع فرنسا سمعت يقتلونا وكان ما يقدروش فينا ثم راحت لنا يعني الفرصة هذه الأولى الفرصة الثانية في 99 في 99 أنا شاركت شاركت في الحملة الانتخابية مع أيت حمد انت شاركت مع طلب الابراهيم هاك جبدوا روحهم ست هاك جبدوا روحهم ست هذو كي جبدوا روحهم قعدوا في الجزائر في الجي لا لا نهار كل واحد ولا لا لا هو حل دارو نعطيك مثال تاريخ هذا ريسون 1974 وقلان. في الشيلي في الشيلي آآ آآ اسمه الرئيس المنتخب هو اليندي ودار كوديتاش شكون هذا بينوشي بينوشي خدام تاع الامريكان بصح ما هربش قالوا يموت موت هنا مات في لابريزيدونس هذاك هذا رجل دوله هذا رجل دوله حنا ما مش رجال دوله في يعني التاريخ بينهم بجبناء جبناء ما مش يعني رجال دوله باسكو رجل دوله رجل دوله ما يموت على يموت على الدوله وما هربوا هربوا خلاو الشعب وحده سي بور الشعب هذا ما عندوش ما عندوش نعطيك مثال الاف عنده تاريخ باع في السياسه اغلب الامم دوكا ولا ولا حزب حزب كما الاحزاب اخرى كما الاحزاب اخرى ويشارك في الانتخابات راه في راه في فو راه في في لابي ان راه في لابي وي راه في البلديات آه في البلديات الشعب هذا ما لازم القائد لازم القائد ما كانش ما عندناش القائد مو ما راحوا كل دوكا صوار دوكا اللي يشتيوك المال المال يسخيبو ورا وراه وراه العربي بالخير ايوا ورا وراه حسن دو حسن ثاني أول مال برك دخلونا دخلونا في في سوسيتي دو كونسوماسيون كنا سبحان الله انا شيخ تاعنا خدم في فرنسا وحده خدم على خوته وزوجهم كان كان يخدم في فرنسا حتى مات دوكا في في الداروك الدرنيه فيهم يسلك 5 ملايين وما كاش البركه ما كانش يعني حطمنا دوكا ولا دخلنا للدار البوفوار دخل للعائله حطمنا العائله دوكا بكري واحد ما مسنا رسالنا دوكا ما نقدرش نتحكموا ماما في البنات تاعنا في في البنات وكلشي حطمنا البوفوار جاب جاب استراتيجي من فرنسا لي زونتروبولوج فرنسيه باسكو فرنسا قبل ما تجي تستعمل الجزائر هي اللي اخترعت الانثروبولوجيا قرات قبل لا بسيكولوجي ديزالجيريان القبائل كيفاش يخموا واش يشتي واش ما يحبوش فاش جاتنا على كل حال كان الخبثه كان الخبثه قبل 1830 الموارض. الخبث ما بداش 1954 لا ولا كي كيمشي الخبث ما يدخلوش فرنسا الجزائر دونك واش حبيت نقول لك انا عندنا فرصه كان شي لعب هذا الدور بصح ما عندوش كيفاش نقول ما عندوش الكوراج بوليتيك ما عندوش الكوراج بوليتيك الديمقراطيه كاين دو كونديتا واحد من الشعب خايروه الشعب مشاو معاه هكذا اي زو امبوزي لي شونجمون هكذا عسو لي بواط تاع الانتخابات الشعب هو اللي عسهم سمعت كل واحد بستيلو كارت حسب الاصوات كل واحد واش جاب ما يعاودش هكذا راح هكذا راح وفرنسا فرنسا فرنسا ما تشتيش الج... تنوض في الجزائر راك عايش في فرنسا تشتيت <مه> يكون 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 واش ان بوفوار ضعيف يعني الحكام ذو سمعت ضعيف باش تسيرهم كما تحب بس حلو كان غدوة تنوض اي لا بروف لا بروف في سوريا أو في تونس في, أو في سوريا في سوريا في اوروبا شفت لو انكستريم دروات المشاكل الاقتصاديه وهكذا شفت واش صرا ايماجين تروح في الجزائر تجيو بالعوم يجوب نعم من فرنسا وراح تغرق في راسها بالجزائريين تغرق بالجزائريين دونك يقول الحكم هذا الحكم هذا حكم فاشل فاشل وضعيف ضعيف جدا انا شفتهم انا دوني لا عندي مي با 15 شهر رحت جا الجنسيه بداو سمعت انا بدلت الحزب هربت من من افافاس بدلت الحزب سمعت داوني الكوميساريا من من تاع الصباح حتى الخمسة العشواء أه سبحان الله واش درنا وين ثم في بجاية ثم في بجاية الخمسة أسئلة واسمو أول شيء سبحان الله واش درنا إلى أنا جزائري كيما أنت لا روح ما ما راحش يجيب صح. هذاك اللي جاب 700 قنطارة لا ما ما جبتهمش ولا تبون ولا الجنرال تاع لا بوليس لا ما راحش جبتهمش وش احنا وش عندنا؟ عندنا افكار. عندنا افكار نحب الجزائر، سمعت عندنا رجال سمعت كاين رجال ما كانش في الع... او او دوكا واحد ديسكور دوكا هنا في ستيف او ما راجل كاش راجل رجل كما هذا الغديري. عجزت النساء ان يلدن مثل الغديري، سبحان الله، وما في العائله ما عندناش مينيستر. ما ماكاش في العائله في الجزائر ما عندناش بريزيدان. سمعت واش خصك انت تولي بريزيدان؟ سمعت هذا يجي ويجي ويجيبوا معهم الاعلام المال والامن والدبلوماسيه والأمريكان وفرنسا يندرون الانتخابات فش دير الانتخابات سمعت قلت لك حنا عندنا عندنا يعني اون شونس بصح عمروش ما شكيتش عنده الكوراج بوليتيك يمشي معنا يمشي معنا سيدي نروح و... لا لا هو حمروش قلت لك المره اللي فاتت شحال من مره قلت لك باللي هو عنده علاقات وعنده ناس اللي يعرفهم داخل السلطه هو كاين زوج حوايج اللي هما انه يخليوه يدخل فهمت وهو من بين الاشياء اللي يخليه يدخل هو انه تكون يعني كيما نقولوا اما انه ناس اللي في السلطه يدعموه يعني تما يخرجوه يضمنوا له الحكم وقال يتفاهموا مع على جل باش يعطيوا مرحله قال باش تغير فيها واما هو انه يضمنوا حياد الجيش ما كنش حابين تعاونوني ولا تضمنوا الحكم عاونوني بالحيات اما هو انه يدخل قال باللي راهم هما خيروا المرشح نتاعهم وصاي هو يدخل ما يدخلش لانه يعني لما تدخل انت على وجه تدخل راح تقمروه وبالتالي هو ما يدخلش هو اما انه يتصلوا به وقال ادخل فهمت ادخل في الـ الـ الانتخابات باسكو درك انت هما تاكد باللي الجماعه هذو السلطه ما راهمش معولين غير على بوتفليقه لازمك تعرف باللي راهو هذه الاعمار وبيد الله قادر دوك هما يعلنوا الترشح نتاعو قادر هو بعد سمانه قال السلام عليكم بالتالي من الناحيه الدستوريه هو انه لازم ينظموا انتخابات وما راهم دايرين دايرين مخطط الف والمخطط با والمخطط جيم والجماعه نتاع كونتر بوفوار زعما سوا ديزون هاد الجماعه هذو اللي راهم كيلعبوا في الثوب تاع المعارضه هما الصانيع نتاع هذا النظام نفس الشيء راهم عندهم المخطط الف والمخطط با والمخطط جيم ولي حد الان ما كانش معارضه حقيقيه اللي راها فعلا تريد تغيير حقيقي ما راهيش كيما نقولوا مجمعه وما راهيش هي يعني كيما نقولوا مازال ما وصلوش هو انه قال مثلا يقترحوا ثاني كيف كيف يقترحوا مجموعه من المرشحين يعني مكانش ما راهمش ينافسوا ولا راه مزاحمه مكانش لحد الان اليوم حنا رانا 31 جون في 2019 مازال لحد الان مازال ما مازال ما شفتش انا حتى مرشح اللي راه فعلا هو يمتلك مشروع وراه قال مثلا فعلا راهو معارض حقيقي وراه يريد تغيير حقيقي الشعارات هذه انا ما تعني لي والو يعني واحد يجي مهبل في الفيسبوك ولا في اليوتيوب والله هاو يغير وهاو يدير ويعطي للناس هذيك و... ما تعني لي والو، واحد مناضل قال مثلا عنده سنوات وهو يناضل عنده مشروع وقال كان يخدم وكان يتحرك وكان كذا وكان كذا ورأه الآن عنده مشروع ورأه تقدم، دوكا كي تقول لي مثلا حمروش، حمروش راهو عنده مسار تاعو تتفق معاه تختلف معاه، المهم راهو كان في وقت من الأوقات قال مثلا كان رئيس حكومة مارس الحكم كان معجب في جبهة التحرير كان في المكتب السياسي إلى غير ذلك تقدر أنت غدوة لما يجيب لك مشروع سياسي قال أنا أريد الإصلاح حقيقي في الجزائر في الجزائر وأريد تغيير حقيقي وأريد كذا وأريد كذا تقدر قال الإنسان راهو يعرف الحكم ويعرف السلطة ويقدر هو يدير لك كيما نقولوا فريق يخدموا معاه تجيب لي أنت يا واحد ما يعرف حتى واحد يروح يتلاقى مع التليفون ألو واش صافا لاباس واش يا خويا تستحق التوقيعات والله راني معاك هاي آه روح انت انت مدير حمله الانتخابيه تاعي هذا تنتظر منه انت اذا تجي نورمالمون كون جا شعب يعني جات الناس وسمو هذا كي يروح الواحد بالكتبيات يعطيو له أمشي تلعب بالوراك طلقوا عليها والله بلاد رايحه للهاويه البلاد رايحه وسمو انت كي تروح انت راك رايح تعوم انت في بحر انت ما تعرفش تعوم ورايح تعوم انت في بحر والبحر هيك وين راك رايح وين وين راك رايح ناس ناس ربي فهمت ناس مهداش ربي وللاسف الشديد كاينين الناس اللي راهم درك هما آه يعني نقولوا مثلا راهم عندهم مستويات ما مش يتحركوا ايوا هو انه تتحرك يا صاحبي كل واحد يعني يبخلك حتى بمشاركه مشاركه يبخلك بها وراهم معاك قلبا وقالبا فهمت راه مع قلبا وقالبا وراه يحوس على التغيير الحقيقي منين يرحم بابك منين راح يجيك التغيير هذا منين ينزل عليك من السماء والله منين هذا ما تتحرك لا في الشارع ما تتحرك في الفيسبوك ما تتحرك في الانترنت كيف فهمني ترى يرحم بابك التغيير هذا من راح يجيك منين ما تترشح ما تدعم ما تجمع توقيعات و... وكيف فهمني ترى التغيير هذا من راح يجيك بالتمني والله تمنى تمنى على جنب باش تكون حكومه رائعه وحكومه آه مثقفه وحكومه تخدم لنا الاقتصاد نتاعنا وحكومه تطور لنا البلاد تاعنا هذه تاع واحد مخبول تاع واحد مضروب في في دماغه مارطو. واحد اللي يراه درك هو يحوس على جال باش هو يطور البلاد لازم يشمر على ذرعيه ويتحرك هذا الناس اللي هما راحوا هما واجهوا الاستعمار باش واجهوه باش واجهوه واجهوه بالسلاح باش واجهوه واجهوه بالاراده لما كانت عندهم بالإيمان. الاراده والايمان وعزموا على جال باش هما يغيروا غيروا ووفقهم ربي ما دام ما كانش ثله اللي هي تؤمن بالتغيير الحقيقي وتعمل من اجل التغيير انت تهضر معاهم مرات لك تحلم وانت واش راك دير؟ انا نحلم وانت واش راك دير؟ انت قاعد تفرج انا راني نحلم هاني نهضر بالك لعل الله يوصل للصوت تاعي كش ما يلقى ناس يتحركوا وانت واش قاعد قاعد آه 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 آه. يعني المبادره تاعك هذيك اللايف ولا مشكور مشكور يعني اختلف معك في السياسه انا نختلف معك ولكن نختلف معك يعني 25% 30% 80% 75% واني اني معك سمعت هذا هي ديمقراطية الاختلاف اختلاف لازم ها أه؟ لا ديمقراطيه سي لا دروا لا ديفيرونس حنا قعدنا قعدنا مع الناس قعدنا مع الناس كما قلت انت عنده باع في السياسه كي جاب بوتفليقه 1999 كي جاء 1900 يح... وناس كما قلت انت دكاتره اساتذه في الجامعه وعندهم كتب ويحلف يقول لك بوتفليقه راح يخرج يخرج الجزائر في ازمه قلت يا خوا بوتفليقة ما جاش باش يخدم الجزائر جا بيحطم الجزائر قال لي كيفاش نقول لك كيفاش بوتفليقة علاش ما ولاش بريزيدان؟ 1978 1978 راح روسيا كي راح روسيا ولا لفرنسا دار ليسكال في فرنسا نيكوسيو مع فرنسا سمعت فرنسا واش تحوس؟ فرنسا تحوس غدوة اللي يجي يخدم بريزيدان ليزانتيري تاعها ولا كيفاش ماشي لي زانتيري ما بالحقش لي زانتيري وكان لحقت في زانتيري نورمال ايه البترول هذا خرقوا ربي ما يشري للناس وكل هو ذاك فرنسا او... زي... ولات جبرت انا انتج وانت تشتري احنا انت جيت من البرج انا جيت من بجايه حنا في البجايه كان عندنا تشينا المندرينا القارص عندنا 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 اشجار ما عندنا ثقافه في الاشجار شفتي في الهضاب العليا في القمح والشعير وكل شيء يا اخي دوكا ما عندناش القمح والشعير نجيبو كلش في فرنسا نجيبو مع فرنسا وكل فرنسا عندها 100 الف فلاح في, في سيريالي 100 ميل ايماجين غدوا تكون دوله ديمقراطيه دوله القانون نزيد نطوروا الفلاحه تاعنا 100 الف هذا كيروحوا للشوماج تاع فرنسا يروحوا للشوماج دونك فرنسا ما تقبلش يكون عندنا هنا حكم قوي قوي مبني على الشعب سمعت يحترم شعبه سمعت ما يقبل ما تقبلش لقيت لقيت الناس اللي يخدموا معها تعطينا المهم كرسي نعطيك واش تحبي نعطيك واش تحبي واش تحبي دونك واش حبيت نقول لك انا والله لازم لازمنا توعيه الشعب بدون الشعب ما نقدروش نديروا ثوره ولا هم يحزن نعم شكرا للاخ مراد نلتقي ان شاء الله في فرصه ان شاء الله. رحمة الله على خير خويا. شكرا. ربي يبارك فيك الاخ. شوف الاخ هذا الاخ خالد. الاخ اسامه رانا في السجير، رانا نحكيو على الانتخابات ونحكيو على المهاجمين. الاخ خالد مرحبا بك. أنا استاذ لاباس؟ والله لبس الحمد لله واش راك اه راك من تعب... ايه لعبه. اه اه انا والله راك شفا استاذ عندك ذاكره قويه آه الله يبارك لباس والله لبس الحمد لله واش راك طيب واش حوالك لاباس والله لبس الحمد لله واش تحكي لنا في الموضوع تاع اليوم تاع الانتخابات الرئاسيه هذا والمهاجرين والله يا استاذ واش راح نحكي <متصفيق> واش راح نقول لك انا موافق شويه الاخ اللي كان يحكي معك بركة القبائلي هذا يبان <متصفح> يعني الانتخابات كيما يقولوا محسومه كاين فرد فرد مترشح هو بوتفليقه عبد العزيز بوتفليقه يعني محسومه ثاني ما, ما فيهاش وايضا وهو المرشح تاع الجيش كما يقولوا هو المرشح الوحيد تاع الجيش لانه كما يقولوا الجيش هذا هو اللي يخير الرؤساء من 63 من الانقلاب تاع بومدين الى يومنا هذا هذه هي واش راح نزيد ولكن, ولكن معك الى حد ما ولكن درك راهم كاينين ناس كاين طرف داخل الجيش درك هذا واسمو هذا غديري هذا ما ما جاش هكذا قال من راسو برك والله العظيم نروح نشوفو ترانطونتيو فهمت لو كان ما كاينش ناس من وراه راك تشوف غير الخرجه نتاعو في ليبرتي تشوف انت وسائل الاعلام كيف شرع ولكن تشوف الصاله كيف مخدومه صحفيين محامين اعلاميين تشوف باللي راه كاين تيار حتى دخل الجيش استاذ استاذ نعم نوافقك الراي في هذا الطرح وشي هو ولكن طياري يبقى ضعيف في الجيش لانه القياده تاع الجيش الممثله في قايد صالح ما زالت قويه انا يعني نشوف هكا بمنظوري انا يا يعني. نشوفها باللي ما زالت قويه لانه علاه صالح مش لانه قايد صالح قادرين درك شوف قادرين درك في اي لحظه يبوزونيوه م. و قايد وقال قايد صالح راهو نقل على جناح السرعه العين ناجا وكتب في الحيط اي كيما قلت انت استاذ هذه راهي طيارات هذا التيار اللي راهو يساند يساند في في غديري وهذا التيار اللي راهو في القياده يساند القياده انا نشوف باللي التيار اللي يساند القياده هو القوي هو الاقوى لانه على لانه تمكن من كيما يقولوا ساند القياده انه انت باش تنحي خمس الوي آه، كيف يسميهم آه، جنرالات م. ضربه واحده اي ماشي سهله واش من جنرالات آه، الجنرالات اللي كانوا آه، كيما يقولوا كيما العماري وكيما لا لا متفق كيمة... معاك متفق, متفق معاك كيما كيسميوها بن شريف وش... وشنتوف هذا وكيما مم. متفق معاك من انه شوف من انه آه كاين فيه رغبه لازاحه آه جناح داخل داخل الجيش هذه متفق معاك ولكن مم. هذا الجناح راهو راهو متغلغل يعني انت دركا لما مثلا تنحي واحد انت من المكان نتاعو صافي با دير باللي راك انت نحيت التاثير هذاك هذ الناس راه مازالهم يتحركوا شوف لك هذه الايام ما راهم فتحوا استوديوهات في الخارج استوديوهات راهم خصوها ها. موجودة في الخارج كاميرات وصحفيين وكذا وراهم فتحوا عدة استوديوهات مثل ما راهم ما يفتحوا في مداومات في الجزائر وراهم يسعوا من خلال وسائل الاعلام مختلفة من اجل على جال باش يفتكوا الرئاسة وراهم يخلقوا في ظروف، راهم يهيئوا في ظروف، تستغلوا في بعض المنظمات نتاع حقوق الانسان، يستغلوا في بعض القضايا، وراهم هما من اجل صناعة الرأي العام، وحتى الرأي العام داخل الجزائر، حتى هذو الناس اللي راهم هما ماهمش مأمنين بوتفليقة، يعني ولكن راهم يأمنوا بالتغيير، كاين الناس اللي درك ما راهيش عندها الوعي نتاعك أنت. انت راه تشوف قال بلي هذا راهو تيار وطني ومانيش عارف انا ما عندناش الوعي هذاك وما راهو في شو بلي بوتفليقة مقعد على كرسي متحرك وتخيلوا انت وبينه وبين, وبين الجنرال الغديري يقول لك انا مع الجنرال الغديري لانه راهو دكتور كيما راهم يسوقوا لهم هما في الصوره هذه وراهو قال هذا انسان وطني وراهو يحوز على تغيير حقيقي وراهو جون راهو كذا وراهو كذا فهمت المساله هذه هي وهما هما هذه هما يهيئوا الارضيه لازم يهيئوا الارضيه عن طريق وسائل الاعلام دوك يبدا الدك يبدا الحشو يبدا كذا من بعد انت غدوه لما يخرجوك يخرجوك الشعب لبرا وين راح ينفع القايد صالح هذا ولا راح ينفع ينفعوا الجماعه هذو ما ينفعوش غدوه قادر يستغلك هو هذه الانتخابات راك تشوف قبيل في التصريح نتاعو عن طريق وسمو جريدة نتاع الخبر راه يقول لك باللي طوفان شعبي واش معناتها اه اه صح راهم يتحركوا يتحركوا okay. كاين يتحركوا بعض الناس إيه. كاين بعض الناس اللي هما يعطيو لهم في 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 مبررات على جال باش هما يتحركوا لذلك الناس لازم تفيق لازم الناس تعرف باللي رانا مع ناس يحوسوا على السلطه مهما كان الثمن وناس حابين يبقوا في السلطه مهما كان الثمن وحنا ذكرنا كما يقولوا بين المطرقه والسندان بين المطرقه والسندان صح على هذا بينا والله هذا بينا ولكن ما عندناش ما عندناش الوسائل الوسائل راه عندهم هما مم. هذو اللي راهم يلعبوا في دور تاع السلطه ومعارضه معارضه صح في زوج واش المعارضة واش معارضه يا استاذ معارضه هذه هذه المعارضه هي اللي اطالت عبر النظام والله يشوف فيها باللي هي مصنف مصنف عند ال... عند ال... الكثير من الناس اللي راهم مصنفين وباللي راهو معارض راهو يهوش على على تغيير تاع النظام ايه. رامسون فين هو يزيد في, في. عمره لناظل ناظل في حياته عمره لا ناظل مره في السياسه ما كان والو <applause> وجاك يا طف دوك غدوه يديروا له مشروع فهمت يديروا له مشروع يعطي لهم هو رؤوس اقلام نحب كذا ونحب كذا ونحب كذا ويديروا له مشروع راه مجمع الكتب المرتزقه هذوك راه موجودين ويتحركوا <applause> ويخدموا له مشروع ويديروا له كذا ويمشيوا فهمت وحنا للاسف الشديد ما للاسف الشديد فهمت للاسف الشديد هو انه بوتفليقه هذا كان جاته فرصه فرصه من ذهب على بالك في هذا من ذهب. كان قادر هو قال مثلا يلتف حول حول واسمه التيار الوطني ويصنع ناس هكذا اللي نقولوا مثلا يعني يهيئوا الاجيال يخليوا لا رولاف شوف الناس رايح يموت والناس ما زالت يا خويا ونكملوا عليه خلات والله وعلاش عقره الجزائر مك... ولا والله ما رجال مكن مفكرين مكن اساتذه مكن باحثين مكن مهندسين مكن يا صاحبي صح والله غير صح إيه. إيه والله يا يعني رأ... والله يا استاذ انا انا نشوف باللي الجيش هذا هو سبب ماسي تاع الجزائر انا هكا انا ايه هكا... ايه نشوف فيه فيها هكا فيهم فيهم, ايه. لانه لانه ما شفناش الجيش هذا ما شفناش منه الخير خلاص من 63 من انقلاب تاع بومدين على بن بلا ما شفناش الخير هذا خلاص هذه هي والحاجه اللي يحكمها العسكر راهي راهي تروح للهاويه وخير مثال على ذلك شوف في مصر وش راهو صاري شوف الديكتاتوريات هذو القديمه اسمع راهم يحضروا لنا في السي سي بيز في الجزائر. والله غير صح والله راهو السي سي بيز صح استاذ. <تصفيق> <تصفيق> والله غير كلامك صواب. والله راهم يديروا في السي سي بيز. استاذ إيه. فيما في يخص ثاني تاع بوتفليقه وغديري. ما. انا نشوف انا نشوف يبان لي انا حسب منظوري ياه ما ويحيى. صاحب كيما يقولوا له صاحب المهام القذره ويحيا وعلى واللي على شاكلته متخندق ورا بوتفليقه ثم راهو متيقن باللي راهو مدعوم من طرف الجيش وراهو راح يديها هو لقى واقف مع بوتفليقه هو لقى واقف مع بوتفليقه وهو اللي مكنه هو اللي مكنو القايد صالح هو الجماعه اللي معاه هو اللي مكنو من ازاحه بعض الجنرالات اللي كانوا هما يخدموا تحت الوصايه نتاع توفيق هذا امر مفروغ منه فهمت ولكن هما في مم. المقابل ما هم شاكتين اللي راهم يتحركوا راك تشوف فيهم دوك انت مثلا تشوف انت تصريحات نتاع هذاك بن حديد هذاك او معاه دوك او معاه او خرج ليها طاي طاي بن حديد هذا هو معاه بوتفليقه او مع غديريه او مع ب... <applause> غديريه ايه وخرج ليها طاي طاي بن حديد يا طيب، بالح... طيب. اخي اللي جيني... دخلوه الحبس هذاك إيه إيوه جنرال بن حديد هذاك هو معاه ما مع غديري سبحان إيه الله نعم. <applause> راه معاه ودخل معاه دوك هذاك المقارن ايت العربي ودخل معاه هذاك حميد العياشي اللي كان لعبه يدير في الدروس للناس اذا نهار طول هو جايبها كاتب كاتب إيه؟ كاتب حميد العياشي ايه معاهم جماعه <applause> الديارات راهم درك عندهم شوف عندهم جحافل من الصحافه هذو اللي مكونينهم راهم موجودين في الجزيره موجودين في فرونس 24 موجودين في في قنوات مختلفة صحافة هذو راهم يخدموا معاهم بالاضافة اللي راهم دركهم قال واحد روح دير قناة قناة فضائية اعطي له منا واسمه منا راهم موجودين شوف عندهم شبكة في الداخل وفي الخارج وراهم يسعوا من اجل هما هما ضربوا فهمت تضربوا يعني نقولوا منذ مده قصيره منذ تنحيه الجنرال توفيق هما هما فيه قبل ما يستهدفوه هو داروا له بجماعه داروا له بجماعه ضربوا له ضرب الضربه الاولى هذاك واسمه هذاك الزبير هذاك آه واش اسمه اللي كان حاكم تاع الاعلام هذاك ضربوا له هذاك ومن بعد جاو جاو معاه نهار اللي لحقوا له الجماعه أخرى عرفها باللي باللي خلاص من بعد درك هو كينا كي خاطر تسمى داخله في قضيه نتاع ارهاب ارهاب ودخل فيها واسمو حتى تسمى يعني بتدخل من امريكا ماشي زعما قال قال نحاوه بتدخل من امريكا آه في القضيه هذيك تاع تيغنتورين وهذيك من بعد صح هما كي استهدفوا كي نحكي نحاو بداو يدوروا له بالجماعه نتاعو ولكن مازالهم موجودين يعني دوك انت قال مثلا حاولوا الصف الاول قال نحاولوا مثلا بعض الجنرالات اللي كانوا حاكمين قال مثلا قال في وزاره الدفاع ولا في اماكن واحده اخرى او لقيت صالح لقيت صالح القيد صالح, القيد صالح هو بظرفه داروا التوفيق هو هو بظرفه داروا التوفيق وش هو دار عليه طار عليه تسمى لقى روحه باللي هو مع بوتفليقه طول آه واش اسمه طرطاق واش اللي داروا يديروا التوفيق شو اللي داروا لكن فيما فيه. بعد بوتفليقه ثاني يعرف هو اللعب نتاعهم يعرف نتاعهم يجيب مره قال هذا يستخدموا ضد التوفيق مره يدور له بواحد يستخدموا يعرف هو ثاني اللعب نتاعهم ولكن راه مازالهم مازالهم يعني شوف نقول لك غير ربي ربي برك اللي اللي يقدر لهم فهمت؟ شياطين شياطين تاع انس بالمؤامرات وبالفخخ وبكذا وبكذا وللاسف الشديد انت تلقى واحد انت دركا يجيك معارض انت تشوفيه معارض يدير بيبليسيتي الغديري تقول تقول اه. عليك تقول مانيش عارف واش ندير انا استاذ سمح لي كلامك خير انا والله لا ننتخب واحد كان في الجيش والله عسكري ولو يجي من الجنه ما ننتخبوش مستحيل لان الجيش صايب الجيش انا نعتبره هو سبب المآسي هذه هي ايه هما اللي هما اللي راهم وراء كثير من الاشياء فهمت لو كان ما هذي مش الحمايه نتاعهم هما المافيا هذه منين جات تحت العيون نتاعهم ايه ايه تحت نتاعهم كيف هذا 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 اللي اللي كان الوطني وكان كذا ومن بعد صار هو الخائن وصار, وصار آه صح صار والله خائن صار صح إيه. هذه السنوات كامل لما كان يدير في الارباب نتاع المال وكان يصنع فيهم ويدير يدير في الامبراطوريات الاعلاميه هذو يصنع فيهم وكذا ومن بعد ومن بعد وش الشعب طربقتوه الا كان راكم تسمعوا فيها بعض الضباط كما كاينين منكم هكذا ناس شرفاء انتم قاعدين تتفرجوا الشعب طربقتوه الشعب ذليتوه الشعب في كسرتوا كسرتوا الثقة حتى داخل الأسرة، وش تنتظروا من الشعب هذا؟ الشعب أنتم اللي خصيتوه. أنتم اللي وصلتوه لهذا المستوى، تحرك اسكت، تحرك اسكت لنطلعك، واسكت لندير لك واش راح تنتظروا من هذا الشعب اللي وصلتوه لهذا المستوى؟ أنتم وصلتوا هذا الشعب لهذا المستوى. لو كنتم كنتوا تغرسوا في الفحول، تغرسوا في الرجال، كما كانت الناس في الثورة وفي كذا، لو كان خرجتوا أجيال، انتم قاعدين قاعدين تحقروا في الرجال صحيح. قاعدين تغرسوا في الخنوع قاعدين تغرسوا في الذل وش رايحين تنتظروا هاك النتيجه امامكم ها منكم اللي راهو كان في الجيش خرجوه راهو درك راسه ما يقدرش يهزو منكم اللي راهو كان كذا وكان كذا وراهو درك يمشي يمشي وينتظر على جال باش واحد يروح يسلك له قهوه والله يعرضه والله والله واسمو واش تنتظروا والقايد صالح راه يدور عليه تور والله شوف هني نقولها لك وهاو الكلام نتاعي مسجل غير يفوت هذا السانكيام موندا راه رايح نقوله مثلا يمشي فيها غير شوف غير يلقى روحه برا وتلقى تيتر قالها ولقى يتصالح راهو استقال راهو تعبوا راهو يحوس يريح وروح بالسلامه بالعافيه هما راه ما على اللي بوتفليقه انتهى خلاص راهو انتهى منذ منذ 2010 رأه والله فهمت ربما بالك اخر ظهور تاعو اللي ظهر فيه كان الى حد ما مازال يعني هكذا قال يوقف في الفل في الوفاه نتاع وسمو تاع لي من ذيك السلامه اه. بالعافيه فهمت ولكن والله يا استاذ اه. تفضل استاذ تفضل قلت لك خلاص هما درك الجماعه درك هذا درك درك يجي يقول لك درك هذا الجماعه هذو نتاع التوفيق هذو باللي درك بوتفليقه وبوتفليقه يروحوا واش كل اللي جابوا لو كان جيتو رجال لو كان جيتو رجال وفيكم الريحه نتاع الجزائريين لو ما تحلوش فمكم وما شكون اللي جابوا شكون اللي منع احمد طالب الابراهيمي ومنع حمروش ومنع سيفي ومنع ومنع جاب الله ومنع يوسف الخطيب شكون شكون اللي زور الانتخابات نتاع 99 ودفع شخصيات اللي ايه كان, كان بامكانها اه اه هو شكون اللي دفع زروال ودفع دفعه دفع دفع وراح قال له روح جي في داركم وبعد شكون اه ومن بعد دركا تحوسوا على اجيال وتحوسوا على كذا توم اللي غرستوا هذا الخنوع توم اللي غرستوا هذا الفساد هذا رب انا اللي درتو احكوت انا اللي درتو حدادا درتو. اه هم اللي درتو هم هما اللي داروه هما اللي داروه شكون هو اللي شجع الرشوه؟ شكون هو اللي فزد الاخلاق نتاع المجتمع الجزائري وطربق الاسره وطربق المجتمع؟ شكون؟ انتم, انتم. اليوم هذا الشيء هذا كل شيء هو النتائج نتاعكم في وقت من الاوقات كنتم ماكمش معترفين حتى انه راه كاينه في ازمه والان على راس الجنرال الغديري قال والله الازمه سياسيه ما شاء الله ما شاء الله الان <applause> <applause> تعرفوا دوكا <بذكر> أزمة سياسيه <تصفيق> <تصفيق> سنوات وين كنتوا هذه السنوات صحيح. والمجتمع يتحلل حلوا فيه بال... بالتقسيط وين كنتوا مدرسه يا عباد الله يعني لك احمد بن اوس ينحوا علي بن محمد ويجيبوا لك بن بو زيد فهمت؟ اه يزيدوا يجيبوا من وراه بن غبريط ويجيبوا ايه. لك الثقافه ويجيبوا لك تومي ويجيبوك ينحوا ايه. صحفيين يسووا ويغلاو وراحوا راهم في قنوات وحده اخرى راه تستغل فيهم الجزيره واخواتها ويجيبوا لك في ناس عاجزين حتى على التعبير واش تنتظر انت من واحد كيما بن حمو؟ واش تنتظر انت من واحد كيما طليبه؟ واش تنتظر انت من واحد كيما خالد بونجمه؟ اصحاب مصالح، اصحاب مصالح الان الان في 2019 عوض هو انه راكم تديروا في حصص من اجل حث شخصيات وطنيه والله حث ناس مفكرين ومبدعين على جال باش يتقدموا انتخابات رئاسيه تجيبوا في المهابل وتجيبوا في المختلين عقليا وقاعدين يديروا في السرك واش راكم تديروا؟ راكم تشجعوا في الشعب الجزائري ولا راكم زايدين تفرضوا في امر الواقع تقولوا له باللي بوتفليقه ها بوتفليقه بوتفليقه الا راح بوتفليقه خلات وكي يروح بوتفليقه واش يصرى؟ كي يروح بوتفليقه تخلى لخاطر علاه انتم اللي حضرتوها انتم اللي وصلتوا هذا صح. الموصل للجزائر على جلبش باش فهمت الجزائر هذه اللي كانت كانت ترهب في الحلف الاطلسي والجزائر اللي كانت القبله نتاع الثوار صارت القبله نتاع كلوشار ما تعالى كلوشار. فهمت صح والله صح والله يا استاذ غير صح يتقطع الواحد يتقطع الواحد لما تشوف انت دول راها وصلت يا صاحبي في كل المجالات في التكنولوجيا في الصحه في التعليم في في السياسه في السياحه في في التنظيم في كل شيء في النظافه في كذا <applause> تشوف انت يا رحم تدخل قاسما بالله تروح انت يا رحت انا على جال باش انت تطلب وثيقه تحس روحك راك في دوله برا في فرنسا يا الرب العالي برا في فرنسا ونحس في روحي باللي راني راني حر <applause> راني حر صح والله غير بلادك تدخل القنصليه نتاع بلادك تحس في روحك بيروقراطيه والله يا استاذ خطره خطره جاتني هكا طريق سافرت كي دخلت كي دخلت لايروبور تسمى لا ديفيرونس ما بيننا وبين حتى في لايروبور تلقى سكانر تلوح الباجاج تاعك تلقى قدامه بوليسي فتشك تروح تحط الباجاج تاعك ثاني في تاع اللوري كيف يسميوها تاع التسجيل هذاك تسجل الباجاج تاعك ويعطيك البوردين باس هذاك <applause> بعد تعاود تدخل استاذ لاصال دومبارتومون تلقى ل... تلقى بوليسي يشوف لك الباسبور بعد تفوت تلقى لاباف بعد كي تفوت لاباف تلقى الديوانه بعد كي تفوت الديوانه تلقى سكالر معاه بوليسي يفتشك، بعد تفوت لا سال دونباركوم الطيارة، ومن بعد كي يجي كي تجي تخرج تروح للحافلة باش تديك الطيارة تلقى بوليسي يشوف لك الباسبور، ومن بعد يفتشك واحد يفتشك، ومن بعد تركب تروح كي, تلا... كي تديك ل... كي تديك الحافلة تحطك قدام طيارة باش تركب الطيارة، تلقى بوليسي يزيد يفتشك، وبعد تركب الطيارة باش تلقى المضيفة تعطيك واحد ومن بعد كي تروح الدولة اسمع باش نعرف نعرف استاذ ومن بعد كي تروح للدوله كي تروح توصل للدوله اللي اللي يحترموا حقوق الانسان واللي يحترموا المواطن الانسان اللي تسمى اللي يحترموا الانسان تسمى ك... كانسان واش يدير لك؟ كي تعطيه الباسبور يكاشي لك لك تفضل خويا ما تلقى لا بوليسي لا ديواني لا جدارمي لا, لا قداش من مره انا قداش من مره نروح لسويسرا شحال من مره نروح للسويسرا. نروح من هنا من تولوز هكذا نروح لسويسرا تلحق ثم تخرج تلقى روحك في ور برا لا بوليسي ولا دواني ولا تخرج طول تخرج من ثم تهبط من الطياره تخرج من من من, من تلقى روحك برا أه. شوف باش نرفع عليك برك نرفع عليك والاخوه اللي رامي يتبعوا فينا مره من المرات في اعتقد 95 خمسة 95 ولا 96 المهم رحت لسوريا رحت لسوريا كنت- كنت في الجزائر قبل ما نخرج للخارج رحت لسوريا ومن بعد وسمو من بعد رجعت تخيل انت يا في الطريق جهة البرج هكذا في جهة, جهة المهير وقيلا ولا المنصورة كانوا دايرين باراج دايرين باراج حبزوني كنت مع سيرفيس تاكسي هكدا اسمه كاين بين زوج فاليزات والله يقول لك السيد هذا جا من فرنسا تخيل انت حارس <applause> بلدي حارس بلدي باراج في الطريق قاري قاري قال لي سيرفيس تاكسي قال لي على بالكش علاش حبسونا حبسونا على جالك قال لهم حبسونا على جال فليزات اه <applause> يا سيدي وين وين راهو هذا هز واسمه سيمينوف اكثر منه <applause> وراه هذا السيد هذا مول الفاليزات هذا قلت له انا قال لي اهبط قال لي اهبط <applause> انا راكب في الـ في الاريير هذا تاع التاكسي هبط قال لي حل الفاليزه قلت له علاه نحل لك الفاليزه قال لي رانا في التفتيش قلت له دواني انت يا كيفاش راك في التفتيش قلت له دواني تو هاو الباسبور تاعي راني عقبت على المطار وراهم فتشوني في المطار قال لي راه ما نحبش نفهم انا ما نحبش نفهم انا حل الفاليزه قلت له اوكي ماشي مشكله حليت له الفاليزه ولا تهز بالسيمينوف سيمينوف ويحط يدير الموس تاع سيمينوف هذاك ويشوف القش كذا وهذه وشي اه هذه وشي بدا الدم نتاعي انا يغلي شوف فيها هكذاك <applause> قلت له كيفاش وشي؟ قلت له هذا القش تاعي تاع الدار ومن بعد كانوا واحد لي بورت كلي هكذا هزهم انا جبتهم هكذا دي كادو هكذا قال لي وهذا وشي؟ قلت له, له مانيش عارف انا شوف انت واش هو قال لي ها قال لي حاب نقول لك انت واش هو سكرت الفاليزه قلت له علاش تحوس درك قلت لي واش تحوس تحوس كش ما تدي قلت له والله ما تدي حاجه هاي آه. عندك سمينوف يلا تيري تيري عليا درك الله تيري هاي يلا من الاخر اه قلت له واش تحوس بعد قال لي وقيل انت يا وقيل انت راسك حامي قلت له راسي حامي ايه قلت له واش تحس في روحك قلت له حارس بلدي حاب تولي لي فرعون لهنا ولا واش واش تحوس اي والله داير باراج في الطريق تحوس انت واحد في الطريق في بلادك يا رب العالي تحس في روحك انت باللي راك في دوله نتاع احتلال تحتلال صح؟ دوله تاع احتلال تحس في روحك في دوله تاع احتلال لماذا؟ لانه هذا صح. الشخص لو كان جاء انسان متربي لو كان جاء انسان ولد فميله لو كان جاء انسان متكون وجاء عنده عنده صح. عقل في راسه هو يسهل لك الحركه نتاع المرور صار هو يعذب فيك صح تروح صح. للمطار يعذبوك تروح للقهوه يعذبوك تروح للمطعم يعذبوك وين تروح يعذبوك فيك يا رب العالي ولا ولا الانسان واللي يشوف الكافر الكافر ويروح يحن له يحن ليه واحد راه هاذ صفة مسلم يخدم في خدام غير اللي ربي غير اللي يعني ربي اللي راهو على باله حقنا الواحد استاذ ربي استاذ استاذ في ك... في كا كيما هذا اللي حدث لك اكزومبل رأ... القانون راهو يحميه هو او يحميه ايه yeah, هما yeah, ك... قادرين يخلقوا لك حاجه يخلقوا لك حاجه يعطيك يعني يطار... آ.. اقل حاجه ح... ح... اقل حاجه لو كان ك... لو تكثر معاها استاذ الهضره والله يدير لك اهانه موظف اثناء تاديه مهامه ايه مره اخرى اقل حاجه لك مره اخرى اسمع مره اخرى مره اخرى كنت اني مع التاكسيور هذه في البرج وحبسونا ثاني تاع الحرس تخيل شوف <applause> كان ترك بنا ثاني في اللاريال وكان معايا واحد شرى فيلو لوليدو شرى فيلو لوليدو وتاع تاع البلدي هذاك نعرفه هنا نعرفو تسمى معرفه شخصيه مم. جا شاف وسمو من بعد قال له حل مال حلو لا مال شوف الفيلو بعد قال له منين جبت الفيلو هذا قال له فيلو شريته من مغزا قالوا وين جاي المقاز هذا وبدا يقول له جاي في البلاصة هذيك الفلانية هذيك ومن بعد انا نعرفو دورت راسي ليه هكذا وقعدت نشوف فيها هكذا هو شافني عرف باللي عرف باللي ما نسكتلوش عرف باللي رايح نتقرع فيه ان بعد قال والله غير لنا يعني في الحقيقه راني غير حاب نشري فيلو لوليدي <تصفيق> <تصفيق> بعد قلت انا شفت يعني سبحانك يا ربي سبحان الله شوف الناس إيه؟ وين راها وصلت لهذا المستوى يعني <applause> شوف الدول وين راها وصلت وحنا شوف وين رانا وصلنا راك تشوف من الاشكال تاعهم اللي راه مع القنوات راك تشوف فيهم في الصحف راك تشوف فيها مع الوسمو انسان بغل حاشاك يقلبوه نابغه والنابغه يحقروه صح <applause> الله يا هذه هي هذه هي استاذ ثاني كاينه نقطه حبيت نشير لها برك امين ما بدون اطاله استاذ واحد النقطه حبيت نشير لها برك الظاهره هذه اللي, اللي, ظهرت جديده عند السياسيين هذو عند هذو آه ظاهره سب الشعب نعم اللي نوض اللي نوض استاذ يقول لك الشعب فيه وفيه اللي نوض يقول لك الشعب موش واعي اللي نوض يقول لك الشعب ما هذه ظاهرة والله غير كارثة كارثة ولكن الشعب لما تشوف انت ماشي تسب ماشي تسب كاين مرات الانسان اللي ربما راه هو يستفز في الشعب يستفز في الشعب ده. من اجل ان لا... باش هو يتحرك يا صاحبي هو شكون المسؤول مم. اذا كان الشعب موش مسؤول شكون اللي راه مسؤول شكون كيش ما راه انس واحد اخرين ما نشوفو فيهم الله شكون من هو اللي مم. راه مسؤول على هذا الفساد حتى لو كان درك هذا الانسان هذا اللي يراه درك هو ما يتحركش انا درك شعبي انا شعبي وانت شعبي والاخر شعبي والاخر شعبي لو كان كل واحد درك هو يتحرك فيما بعد الناس ترتدع ولكن لما انت ما تتكلمش والاخر ما يتكلمش والاخر ما يتكلمش نعطيك كمثال كم برك ونختموا ان شاء الله الاسبوع مره من المرات كنت انا في السياحه وكنا نقراو في بوسعاده ومروحين للبرج وكنا نمروا على المسيله تما كانت اوبليغاتوار لازم نمروا على المسيله ما حقنا المسيله كونسينا ثم كانوا معايا اخوه راه زالوا محيين وكنا في تلك المرحله انا تما يعني داونا درنا وسمو ستاج في ال... في الجزائر كان مؤتمر تاع جبهه التحرير في 89 اعتقد 89 مؤتمر تاع جبهه التحرير كان تاع المؤتمر هذاك اللي منه جات التعدديه كان فيها الشاذلي ومهري و... المهم ديفيلي كبير كنا ثم خدموا لنا ديباج خدموا لنا ديباج هكذا سبيسيال احتفظت انا بالباج هذاك احتفظت به في سيلاك. هكذا المهم مروحين مروحين للبرج للعيد وجماعة ثم شوكر طاكسيات فهمت يدير لك البري اللي يحب هو كانوا في ذاك الوقت راني شاف وقيلا كانوا يديو مانيش عارف وقيلا بالفرنك ولا بكاس دينار هكذا باللمسيله للبرج في الوقت هذاك ما نحكي الكلام قلنا قالنا هو في ذاك الوقت وقيلا بسبع آلاف الواحد وجماعه احنا طلبه ما عندناش اي قالوا لي دوك كيفاش نديرو دوك حنا نباتو هنا في المسيله نباتو برا كيفاش نديرو قلت لهم اسمعوا قلت لهم شوفوا قلت لهم انا انا رايح نتخذ حاجه وانتم ما, ما تهضروا ولا تتكلموا ولا والو انتم مشيو معايا برك وخلاص المهم ديروا واش واش نقول لكم قالوا لي اوكي رحت انا السيدة هذاك السلام عليكم وعليكم قلت له تروح البرج قال لي نعم قلت له شحال راكم تديو قال لي 7000 قلت له اوكي قلت له انا في مجموعه هنا في خمسه وقيله والله ونروحوا ايه اوكي اوكي طلعنا ركبت انا من القدام وقلت لهم قلت لهم واحد ما يتكلم ما تنظروا ما والو مشينا هكذا شويه وكنا في ذاك الوقت حنا نقراو في السياحه بالكوستيما هكذا وكرافات وكذا مشينا شويه هكذا في الطريق قلت لهم منين نتايا هاك كيما أنا نهضر قلت لهم منين نتايا قال له قلم جويل الحمدية اه قلت له داكور قلت له لالين هذه خطيهك ما تخدمش انت لالين هذه قال لي نو قال انا اليوم برك تسمى فرصه نتاع العيد هكذا اه قلت له داكور قلت له شحال المال فين تديو هكذا في الطريق كاع شفي هكذا قال لي علاه توك تهضر مع الدرك في الوقت هذاك توك تهضر مع تهضر مع الدرك قال لي يا خويا هاك تشوف تعرف الواد قلت له ما كان والو قلت له راك شكور لهنا وانا ما على باليش قلت له شوف مشي طول لابريكا تاع جدرميه ما تهضر ما والو امشي وتخيل لحقنا للبرج قاسم بالله شوف نقول لك بالك عاد رايح قريب يبول على روحه والله شوف لحقته لحقته ثم البرج لحقته في حاله تخيل كان معنا واحد جدارمي. جدارمي كان ركب معنا. كيهبطنا هو يعتقد من انه انا راني جدارمي. هذاك الجدارمي. من بعد شوف تخيل سلكناه بالبري نورمال وقلت له روح قلت له على وجه ولادك قلت له على وجه ولادك روح هبطنا قدام لابريكا تاع الجدارمية قلت له هبطنا هنا. وانا ماني لا وسمو المهم السيد هذاك من بعد قال لي رحم بابك قال لي قبل ما نفرقوا قال لي والله غير حبيت برك نسقسيك قال لي انا راني في بوسعاده قال لي بصح جامي شتك انا في في بوسعاده هكذا في يعني في الـ الـ الوسمو في الـ الـ الاخر ذاك تاع الجدار ميك قلت له مانيش تركي قال لي مكيش منها قلت له والله ماني دركي قلت له والله راني طالب راني نقرا في تاع المحد تاع وقلت له هذو اللي راه معايا راهم طلبه قال لي اخويا والله غير هذه هادي كمثال كمثال انت يرحم ولدك هذا المواطن هذا هو يروح للمطار ويدي في الرشوة واش راح تنتظر التغيير هذا منين يجيك منين باش انت دوك الشعب يتحرك ويمارس المواطنة نتاعو البوليس يخدم خدمته والدرك يخدم خدمته هذه مش خدمتي انا هذه مش خدمتي البلاد خاليه كيما يقولوا في البلاد الخربه خاليه عنش يدفع في الرشوه والامام يدفع في الرشوه كيف راح دير انت للاسف الشديد خرج خونا نتاع مهم معذرة. يا الله يا كريم المهم الإخوة أخ أسامة بن محمد أراني طلعتك يبدو أنه عندك مشكلة في المهم الاخوه للاسف الشديد اسمحوا لي اذا كان فيه حابين اخوه تزيدوا ديروا دردشه نسمح لكم على جلد باش تزيدو ديروا مداخلات اصبروني شويه واحد المده على جل باش ندير الباتري تاع التليفون ومن بعد نزيد نعاودو ان شاء الله نعطيكم فرصه على الجلب باش ديروا مداخلات المهم اذا كان فيه اخوه تحب ديروا مداخلات تكتبوا لي تعليقات برك ما بقاتش بزاف الباتري تاع الهاتف اذا كان فيه اخوه يحبوا ديروا مداخلات تكتبوا لي تعليقات برك على باش نرجع ثلاثه ربع تعليقات هكذا برك اوكي اخ اسامه بصح انت عندك مشكله في الخط تاعك شوف الخط تاعك لي بارامتر تاع الهاتف تاعك شوفهم ما يجي باش نعطيك ان شاء الله فرصه ونزيد ندردشو شويه نص يعني ساعه ولا ساعه اخ اسامه زيد كاش واحد اخر اخ احمد هاني شفتك اوكي اخ فركوس اخ احمد زيد شكون لآخر اي اوكي اخ امين اوكي الاخ الاسمر اوكي الاخ ميشيل اللي ترمز الاسم نتاعك ميشيل اوكي شكرا مي. اي هيا دونك نعاود ندير الباتري راكم تعرفو بالتليفون ياخذ شويه وقت ولو نطلعوه ل بالمئة ومن بعد ان شاء الله نعاود نرجع لكم ايا شكرا بارك الله فيك